شو هلو هلو هلا هلا أنا بهاني بالملعب يشرق يغرب مثلك ونترقب رايك يا جمهور أنا بهاني بالملعب يشرق يغرب ومثلك ونترقب رايك يا جمهور هيا 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 سعيد اطلع بانا ارحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه من حلقات برنامجكم الجماهيري الرياضي وراهم وراهم شو على شاشه تلفزيون الراي كل يوم اثنين احنا معاكم واجوانا الجماهيريه اللي تعودتوا عليها واللي دائما ما تكون حلوه ومميزه اكيد بكلام الجماهير الغضب في لحظات الخسارة والفرح في لحظات الفوز والتعقيب على بعض اللاعبين وانتقاد البعض الآخر وتميز الآخرين ودائما يعني تجمعنا لقاءات مميزة مع الجماهير وطبعا يعني لقاءات كثيرة نروح معاكم وكالعادة وكالعادة في برنامجنا استعرض أبرز فقراتنا اليوم ما شاء الله عندنا فقرات وايد نروح معاكم استعرض أبرز الفقرات ونرجع لكم لما ينزل الغاتسية بأي موسم نعرف الغاتسية هو على منصة صحيح. سواء الأول أو الثاني صحيح. الحين قاعد نشوف مو نادي الغاتسية أنا بوجه رسالة حق ناس ثانية وحق الكل حلو. أنا بقول لهم السنة هذه هي. أخذ الدوري بذراعي وصلت أخذ بذراعي تشاو يصير خير اقول حلو اقول خير يعني خير. لا لا اكيد لا 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 ما انت ما انت فلسف ونقول احنا واحنا لكن الملعب راح يشهد عربي عنده اسم 14 سنه ما اخذها انا ما اقول لك اسم القادسيه انا 14 سنه اللي قاعد العب بالبطولات انا احذر يعني القادسيه من الحين اقول لهم فريقنا زين مستعد راح نباريهم يعني مستعد اباريهم يعني وانا حاط رجل على رجل على قولتك القادسيه بس ومستوياته ما ينطق الدوري بالمخبه تبونا تعالوا خذوا مني انا اقول حق جمهور القادسيه لا تحضروا المباراه لان نفس اللي معامل نفس السنه اللي طافت راح يطلعون خسرانين جام سالم ايش راح تسوي الله يستر جام الكويت ايش راح تسوي بعد الله يستر اذا جابت العربي بعدين شو راح تسوي لا عربي هذه حاله ثانيه شلون حاله ثانيه يعني كلهم الله يستر لا 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 يا اخي يوم هسه العربي لا العربي حاله استثنائيه هذه ايه؟ هم ما فازوا علينا يوميا الساعه 9 الصبح لازم نكرف على الستيج رياضه كل انواع الرياضه لازم نسويها عشان طبعا جسمنا يكون مرن ونقدر نشتغل رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا استعراض الفقرات كانت لنا جولة في مباراة جماعة القادسية والفحيحيل وفاز القادسية وكانت لنا جولة أيضا في مباراة جماعة السالمية والشباب طبعا وفاز أيضا السالمية واليوم طبعا كانت لنا جولة طازجة قبل البرنامج تقريبا بثلاث ساعات ومباراة العربي والفحيحيل وأيضا فاز العربي وأكيد في هالثلاث مباريات جمعنا مع الجمهور كلام مميز وأكيد يعني هناك يوجد المتذمر ولكن أكثر جماهير الفرق طبعا الثلاثة لأن احنا يعني في الكويت للأسف ما نملك جماهير من الطرفين نملك جمهور سلماوي مثلا وعرباوي وقدساوي وكويتاوي هذا اللي عندنا بس في الكويت وطبعا يعني تكلموا الجمهور وقالوا رايهم هذه الفقرات اللي راح تكون معنا أيضا بالإضافة إلى فقرة طبعا مشاهير شو والفنانة المميزة نور الغندور اللي راح تعرفون يعني خلينا نقول ميولها بالتشجيع هل هي عرباوية أم قدساوية طبعا يعني في الفترة الأخيرة لما نتكلم عن مشاهير شو أكثر من فنان
جمعتنا فيهم يعني جمعنا فيهم أكثر من لقاء في كل أسبوع. طبعا كان يعني كان معنا فقرة بمشاهير شو دائما نستضيف الفنان سلاع الميولة وسواء المحلية أو العالمية منها وطقوسة في ممارسة الرياضة. طبعا عندنا برومو جديد لبرنامجكم وراهم وراهم شو، وهذا البرومو خصصناه حق الفنانين. تدرون يعني بعد الحين الأمور شايشة في الكلاسيكو، البرشلونية طبعا في أوج حالاتهم وريالية طبعا في أسوأ وأتعس أيامهم، ففنانين طبعا أكيد منهم الريالي ومنهم البرشلوني منهم القدساوي ومنهم العربة. بروح معاكم نشوف هذا البرومو لبرنامجكم وراهم وراهم شو ونرجع لكم. ملكية معناته أني أشجع القادسية، نادي اللي أنا أحبه وشجعه بالكويت نادي العربي. أنا قدساوية حتى النخاع. نادي المفضل نادي القادسية الكويتي. نادي الأهلي نادي الراقي. قدساوي متعصب. النادي اللي أنا أشجعه في الكويت هو نادي القادسية، لأن أنا كويتاوي كنت ألعب بالكويت. من الصغر قدساوية. القادسية 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 القادسية. نادي العربي أخضر فخرنا. طفولتي كلها في حولي في نادي القادسية. عالميا برشلونة. بلوز تشيلسي. انا احب برشلونه. ما اعرف الا ريال مدريد وبلاي ستيشن. اشجع البرشا. انا حبك ما امل وكل العربي رهينا حبيبي برشلوني. يموت برشلونه. اللون الشاحن يا نادي العربي ركبوني التنده. حبي ماشي بقلبك النصر ترى. تابعوني مع النبان في وراهم وراهم شو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وطبعا يعني نشكر كل الفنانين اللي جمعتنا فيهم لقاءات، وهذا البرومو راح تشاهدونه دائما على شاشة تلفزيون الراي، ويعني خاص بالبرنامج ويجمع مجموعة كبيرة من الفنانين. أيضا الفنانين هم جزء كبير من الجمهور طبعا. الحين طبعا بعد الفاصل راح نشاهد معاكم ايش قالوا جماهير القادسية في مباراتهم مع الفحيحيل. هناك اللي يعني اكيد فرح بالنتيجة بالرباعية، وهناك ايضا من كانت له بعض الانتقادات. بعد الفاصل نشوف القادسية والفحيحيل في وراهم وراهم شو. مساعد العجمي في خط الوسط يتقدمه الرباعي تركي المطيري، محمد سلامة، عبد الله ماوي. هنا محاولة مع القادسية خطيرة ومحاولة للتسديد لكنها تقطع حاليا مع بدر مطوع من جديد. لعبة عالية خطيرة مع الأنصاري. جول أول للقادسية. تقدم الأنصاري سجل الهدف. وشنو سالفة هذا المكان؟ الأنصاري يسجل أول أهداف القادسية. جماهير القادسية والهدف الأول، ومبكر اليوم القادسية على الفحيحيل. والله أبو سعيد، أول شيء القادسية فريق كبير، اليوم بدون محترفين قاعد نلعب. معذر هذا معذر ما قاعد أعطلك عذاب. ثلاث محترفين وقاعد يلعبون. حلو. ثلاث محترفين وقاعد يلعبون. حلو. ومو عذر أنا قاعد أقول لك هذا 1-0 دقيقة 8. حلو. فحيحيل الفريق هذا أكثر فريق تعادل. لا سهالة. فحيحيل سهل ويا القادسية. ما يقدرون لعب فحيحيل الفرق. لا يبا عندنا من السابع ورا من الأول الثاني ما يقدرون. عندنا رجال بالملعب يا أبو سعيد. حلو. ما شفنا قدام العربي الحكي هذا. لا أيوة قدام العربي 2-2 زين. العربي مو كان وصيف الدوري 2-2. كيف أنت ما يقدر لعب الفرق اللي يعني من السابع التاسع الثاني؟ لا 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 أنا فرق الكبار أقدر عليهم كلهم ما حد يوقفني. حلو. وبعدين أنت الحين عندك أحوال الرياضة بالكويت والرياضة توقف. مالك مال الرياضة. لا يعني على الجمهور الحضور كله. بعمتاً. حلو. متفائلين؟ لا إن شاء الله بإذن الله. حلو. إن شاء الله متفائلين. 1-0 وبداية مبكرة حلوة اليوم.
مع اكثر فريق تعادل في الدوري، فهيل خسر مباراه واحده تعادل ثلاث مباريات، صح ولا لا؟ اي صح. يعني فريق ينخاف منه انه يتعادل وياه. لا ممكن. لا مو يا القادسيه عاد، لا تعادل تعادل على قدهم يعني، احترامي لهم يعني، الفرق اللي على قدهم تعادل. أيه. متعادل مع القادسيه شنو؟ شنو عندك القادسيه السنه؟ ايش عندي؟ والله سؤال، انت ما قابلت فريق الحين قوي الا العربي وما قدرت تفوز عليه. يعني انت ما تقدر يفوز علي. انت الوضع الظروف اللي انا فيها هو ما قدر. ظروف العربي مو زين. اي ظروف العربي يلعبون ثلاثه محترفين، وين تشوف قدام فر الكاميرا الحين. خلي اليوم قدام لا تمرنوا، ما تمرنوا لاعبين على الواقع. عذرك جاهز انت. مو عذري هذا، تقول ما تقدر على الفرق الكبيره. لا لا من القادسيه ما يقدر. ما يقدر والله. عاد العربي فرق الحين فس على العربي، فس على العربي ما فز عليه. ما هو اللي ما فاز علي، مو انا اللي ما فزت عليه. انا ما اخذ ثلاث بطولات عادي، بس هو كان خسر مش علي يعني. اي انت ما خسرت. هذا ديربي سعيد، هذا ديربي ما في جهره، ما في يعني. اليوم مدرب جديد، اليوم مدرب جديد. أيه. وقاعد اشوف والله للحين الخطه انا بالنسبه لي مو جايزت لي. حلو. يعني راشد الديح لا ها. ما لازم تعطيه فرصه. يعني راشد الديح كان مو زين. ليش انت الحين تقول الخطه مو عاجبتني؟ حلو. يعني منو احسن خطه راشد الديح؟ ما يصير، ما نقدر نحكم عليه. انا اقول لك الخطه انا شخصيا مو عاجبتني، بس ما اقدر احكم عليه من اول خمس دقائق حاط جول الريال. صحيح. بس للحين ورا الخط اللي ورا. أيه. ما ادري يمكن لي تحفظ شويه. حلو. بس يبين عاد، خلي يلعب مباراه ثانيه ثالثه رابعه يبين اذا المدرب راح يضيف تغيير. المدرب حق القادسيه بسرعه شلون؟ ليش راح يضيف؟ يعني ايش راح يضيف؟ يمكن عنده تكنيك ما ندري عنه، ما شفناه ابو سعيد احنا. حلو. بس شهادات اللي حطوهم لنا طول المنصه. حلو. بس خلينا نشوف، يمكن عنده تكنيك جديد. يعني راشد كان لعبنا استحواذ عفوا استحواذ يعني راشد احكر الفرق. اي زين راشد، بس هم راشد ما اخذ فرصه مسكين. حلو. الظروف ما ساعدته. حلو. انا اقول له انت بطل يا ابو سالم اللي مسكت فريق بحجم القادسيه في وسط هالظروف، لا اداره تساعد، لاكو فلوس، محترفين متاذين، ما عندك استقرار، اصابات، هذا الحين يا على الجاهز. اي احنا نتمنى بالعكس، احنا راح ندعم المدرب يعني ايا كان. حلو. مو عشان راح مدرب ولا راح عضو ولا لا لا، اي مدرب هي يمسك القادسيه راح ندعمه وندعم الفريق يعني. مساعد العجمي يلعب له كره، بدل مطوع بدران، بدران استلم، بدران خطيره مع القادسيه، خطيره مع بدران. الله 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 يا بدران، يا سلام على اللعبة الجميلة من بدران. استغل الخطأ الدفاعي، استغل التمريرة الخاطئة، أخذها لف ودار. جماهير القادسية والهدف الثاني، بدر مطوع وحرك شوية الجمهور. اي والله نايمة. اي والله مباراة نايمة وانا اشوف اخر الدقائق الهجمات حق فحيص صراحة. حلو. مو مقتنع مستوى القادسية؟ لا والله مو. ليش شو المشكلة؟ مدرب غيرت لاعبين، بدر رجع، ايش مشكلة؟ يعني في ناقص يعني عندك حين مساعد ندى راح حق السالمية. ايه. كان يسوي حركة شوي. راحت. لا راحت. مساعد من الان ما يلعب وياكم محترف، ما فرق مساعد يعني. مساعد حسين فاضل بعد يسوي حركة يعني، حسين فاضل ومساعد الحين افضل لاعب في القادسية اللي مسوي حركة يعني. عندك شو اسمه بدر مطوع، بس عندك الهجوم عبد العزيز مشعان، بس ماكو شيء. حلو. مو مقتنع؟ لا احسن زين يعني. حلو. فارقين اليوم ان القادسيه لاعب من غير محترفين، فارقين محترفين صوماليا وسدوبا اكيد فرق. ايه. هو نفس اول. حلو. اي والله على المستوى هذا ما راح تنافس هالسنه حده. لا والله والله مسلم يعني خالص ما من قلب. حق منو مسلم؟ حق العربي، حق السالميه، حق الكويت؟ والله اتوقع اثنين، يا السالميه يا الكويت. حلو. العربي؟ العربي مستحيل، صعب شوي يعني. العربي حتى القادسية والعربي ماكو مستوى، مو نفس اول. منو احسن يعني القادسية والعربي؟ ايه. والله اثنين نفس المستوى اعتقد. الله الله الله. اي والله العربي الحين نفس مستوى القادسية، العربي كان احسن. لا والله نفس الشيء. نفس الشيء. متحبط انت بالفريق ها؟ شلون؟ اقول متحبط من الفريق. والله اقول الصراحة. حلو. منو تناشد؟ منو المفروض يعدل الفريق؟ ادارة، جهاز اداري، لاعبين، جهاز فني؟ والله لا مو لاعبين ما في مكسور ان شاء الله. حلو. بس الجهاز الفني عندك الإدارة. هدفين ولا شيء لفحي حيل. مقنع اليوم مستوى القادسية ولا لا؟ لا والله مو مقنع. ليش؟ والله ما عجبكم العجب؟ لا والله مو هي القصة، مو بس انه يعني انت تفوز. حلو. شنو مشاكل القادسية؟ مشاكل وايد يعني. عطنا قول. مشاكل الدوري. ايه. حمالك مال الدوري، الفرق ماشية، كان الكويت قاعد يفوز بالثلاثة بالأربعة. احنا المهم انه يكون الأداء بشكل عام، أداء الدوري يكون ممتاز يعني. للأسف
مشاكل اللي قاعده تصير يمكن هي المأثرة. زين العام كان الدوري ماشي ما سويت شيء طلعت يعني شايف انت حتى الحضور يعني حتى اللاعبين الظاهر يلعبون بدون نفس يعني ما كل روح المعهوده حق لاعبي القادسيه تشوف اللاعب يلعب يعني مو متفائل هالسنه تنافس والله على هالاداء للاسف لا كلش اي والله حتى لو الدوري باوله حتى لو الدوري باوله الا اذا ان شاء الله شافوا لهم شوفه يعني يابون لاعبين المحترفين اللي احنا شايفين قاعدين يتنثرون ناس ما قاعده تكمل وناس تبي تمشي فالظاهر الله يسر يعني هذا مشكله ماليه الظاهر جماهير القادسية وللحين 2-0 وللحين اللعب مو بالمستوى لا ما في مستوى والله مع الأسف مشكلة القادسية والله هي مشكلة القادسية اللاعبين أعتقد أو حلو. إدارة أو شيء يعني حلو. كلهم تجمعتهم إيه كله حلو طبعا زين فريق كبير إذا كان إدارة عندك قوية وكان لاعبين عندك ممتازين وكان عندك يعني جهاز فني جهاز فني الحين غيروا الجهاز الفني مو غيروا غيروا بس يعني انت تعبان فريق تعبان حيل اليوم قبل يمكن كان احسن على ايام راشد ديه حلو يعني الحين انت حكمت على المدرب من اول المباراه لا صح يمكن عنده تكتيك حقه اقول لك المباراه الجايه اللي مع السالميه ما يبي يكشف اوراقه كلها صحيح حلو بس كفريق اليوم القادسيه انت مشجع ومن زمان تشجع القادسيه وتعرف القادسيه تقيم القادسيه منافس هالسنه الدوري والله ان شاء الله اذا بيشد حيله ويغير من الخطط المدرب يغير من خطط الفريق ان شاء الله يشد حيله يعني شكل الفريق يعني الفريق يقول لك فريق يا لعب اول مباراه مبين بياخذ دوري بينافس صح ولا لا أيوه. انت شكلك يعني اي فريق انت شكلك هالسنه منافس يعني العربي لما العام كان ينافس كان يطيق هالفرق 4 و5 و6 انت اليوم ها كان قدام الحيل ومتوهق اي والله يعني القادسيه مع الاسف يعني ما اعتقد انه راح ينافس السنه حلو. اذا بيظل الفريق على هالمستوى هذا ما اعتقد اي والله تعبتوا انتوا كجمهور قلت تعبان تعباني وليمتى والله الله كريم ان شاء الله معنا المصور الغتساوي ابراهيم حبش ترحب فيك طبعا ويانا ما شاء الله متواجد وتصور مباريات القادسيه شو تقيم القادسيه اليوم القادسيه الان انا اقيمه يعني كفريق اوكي كافراد لاعبين اوكي لكن انا اعتقد المشكله هي في نفوس اللاعبين الله 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 فيهم نفوس اللاعبين ما احس في الفريق مثل قبل حلو يعني احس الفريق قبل كان يعطي كان تحس ان القادسيه نزل الملعب 90% فايز زين وين اللي يعالج المشاكل هذه؟ ما لازم في طرف يعالج نعم هي اجتمعت كلها بين الاداره وبين اداره الفريق وبين اللاعبين وبين المشاكل اللي قاعد تحصل الان في الفريق حلو ليش نبره عدم التفاؤل لا هي مو عدم تفاؤل هي كابتن يعني احنا كان قدساويين دائما نطمح الى البطولات صحيح ودائما لما ينزل القادسيه باي موسم نعرف القادسيه هو على منصه صحيح. سواء الاول او الثاني الحين قاعد نشوف مو نادي القادسيه حتى كرتنا كلها ترى يمكن هذا زاد المشاكل اللي قاعد تصير في الاتحاد حلو. زاد المشاكل اللي قاعد تصير بالنادي الجماهير ما بينهم بالتويتر فصارت النفسيات مو مثل قبل يعني قبل كنت انا اذا فاز العربي علي اقول جزاك الله خير تستاهلون اليوم اذا فاز علي العربي مشكله حلو تقوم القيامه هذا ديربي هذا ديربي دائما ديربي بالاحترام ديربي بالاحترام تحترمني حلو الان دخلت سالفه زعيم وملكي وعمره يعني صارت خبصه إيه بس هذا ما له شغل بدا لاعبين لا 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 اللاعبين يسمعون في تويتر الحين إيه بس انت اليوم قاعد تلعب مباراه مع احترامنا لك يعني مع فريق مو بالمستوى الحين اليوم إيه المفروض انت تفوز تضرب بيد من ما تبي تنافس انت شوف اقول لك انا في سنه يمكن 74 75 كان القادسيه بعد على الفيحيل 11-0 حلو وينك ما ترد الايام كنا نطق العمان 5 كنا نطق الحين ما ماكو شيء لان بس الكويت للحين قاعد ينافس العربي للحين قاعد يطيق الكويت انا اقول لك يا الحين قدامك قدام الاخوان المشاهدين افضل نادي اداريا و يعني يسوون شغلهم بالسكات نادي الكويت حلو يعمل بصمت حلو ما في شيء برا حلو اما الانديه الثانيه لا شايف انت مشاكل اداره مشاكل لاعبين اللاعب يتهاوش مع لاعب الفلايت فاحنا احنا هني بهالحالة هذه نقول الكويت كرة الكويتية الآن بالنازل حلو. لأن القادسية بالنازل الله 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 طبعا أكيد حلو القادسية طول عمره هو اللي يعطي مع احترامي لكل الأندية الثانية والعربي طبعا أكيد والكويت بس حنقول يعني القادسية ما ينافس السنة لا ينافس يعني ماكو دوري هالسنة لا ينافس يعني ماكو دوري لا في دوري إن شاء الله عايشون كل هالسوالف أنا قاعد لا لا أنا أقول لك ليش أنا أقول لك ليش أنا أقول شيء احنا ما ننظر على نقول والله احنا على طمان مرحوم نقعد كذي يمكن في شيء يتعدل بالانتقالات الشتويه صحيح. يمكن حلو. اذا كان في شيء يتعدل اذا ما تعدل ما يتعدل يظل هذا حال القادسيه ما تاخذ دوري
ما ناخذ دوري. المباراة التي انتهى الشوط الأول بتسجيل هدف من جانب فهد الأنصاري في الدقيقة 7، وجاء بعده بدر المطوع وسجل هدف قبل نهاية شوط المباراة الأول. الشوط الثاني وللحين بس جولين، وللحين المستوى غير مقنع. يعني اليوم بينما يفوز الكويت 3 بالساحل على ملعب الساحل، الاثنين جاي العربي، الناس قاعد تفوز 3 و4، والسالميه قاعد يتصدر. وين القادسيه من كل هالدنيا؟ وين القادسيه؟ والله القادسيه موجود، بس هذا شيء طبيعي. يعني انت توك مبدل مدرب، يعني جاي مدرب ثاني جديد يتعرف على الفريق. يعني مباراه فيحيل، مع احترام النادي فيحيل، يعني مو مستوى القادسيه اللي اللي تقدرون عليهم. لا شلون هذا، شلون اللي تقدر عليه؟ انت عطني فريق زين، مع احترامنا حق كل الفرق اللي فزت عليهم، عطني فريق قوي فزت عليه. بس اي القادسيه، القادسيه مستوى، يعني احنا يعني ندري من زمان مستوى شوي نازل، يعني عن يعني انه يقدم، لكن قدام الفرق الكبار يعني. وين فزت على العربي؟ هو ما فاز عليه انا، بس اوكي أسوأ. بس انت الحين العربي خسران، العربي كان خسران من الجهره، انت كنت فايز 3 مباريات 2، يعني المفروض تطاق العربي ما بيفتح العربي. العربي انا مستواي سيء، هو ما فاز علي، هو اذا كان هو قاعد يقول ان الافريقيا الثانيه قاعد تقول انا مستواي ممتاز. ما يعني اذا بيفوز علي يفوز علي 1-0 مثل ما صار معنا. بس منطقيا انت اذا على الفرق الصغيره مع احترامنا لهم شيء قاعد تلعب، هذا جابت فرق كبيره راح تسوي شيء يوم الثلاث عندك. هذا الموجود بسعيد، هذا الموجود بسعيد، يعني المدرب تلعب مع السالمي ايش راح تسوي؟ بسعيد مدرب تو ماسك، يعني هذه اول مباراه ما نقدر نحكم عليه من اول مباراه. يعني الشوط الثاني شوي تغير المستوى، يعني نزل الحين سيدوما ان شاء الله، يعني في 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 بوادر طيبه من المدرب، يعني ان شاء الله احنا نتامل خير. يعني بس على التكتيك والمستوى قدام سالمي ايش راح تنطق؟ 6 لا لا بس لا ما يقدر يطقني، ما يقدر، يعني مستحيل ان شاء الله يعني على هالمستوى. لا مستحيل سالمي، مستحيل ان شاء الله، هذه ان شاء الله يا رب. حلو مش بس والله لا راحت حلو هي في بوادر، في بوادر تغيير من المدرب، يعني هذه على قول راحت بس ان شاء الله، ان شاء الله القادسيه ان شاء الله راد بقوه، ان شاء الله احنا واثقين باللاعبين، احنا عملنا بالله ثم باللاعبين يا ابو سعيد، وهذه رساله من الجمهور حق اللاعبين، نشد حيلك انت وراك جمهور ان شاء الله تحاتي والله يسهل. اول شيء شلون القادسيه اليوم زين؟ اه والله مو زين، قصاد مو زين، يلا هذا اقول حلو مو زين. القادسيه ايش راح تسوي قدام السالميه الاسبوع الجاي؟ هذا اهم من سؤال المباراه. صح هذا السؤال، السؤال اهم من سؤال عن مباراه اليوم، سؤال ذكريات المؤلمة. لا 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 ما شلون سيتو سته سيتو سته مو مؤلمة ولا شيء، احنا عيال اليوم، ما احنا عيال امس. حلو عيال اليوم، احنا قاعد نفكر لعبتنا ان شاء الله ايام مع سالم اليوم. اوكي انت مدام عيال اليوم القادسيه مستوى مو زين. لا القادسيه اليوم مو زين، لكن القادسيه دائما مع الانديه الكبيره دائما يعني يقدم مستوى زين ويقدم اداء زين. حلو وصراحه باللعبات الكبيره دائما يرد على الكل. حلو وين ما بس ذاك اليوم تقابلت فريق كبير ما بس عليك. ابو سعيد سؤال، ايه؟ انت الحين اي جوله؟ حلو الحين الخامسة تكفى غدا. ايه حلو خامسة. الخامسة ليش اللي يبي دوري طيق ما لعب يفوز؟ ما لعبنا الا مع العربي، وكانت حق اللعبة هذه كانت لها ظروفها. حلو وطلعنا بتعادل. حلو. وكنا احنا الأمانة يعني ها كنا كانت كان بالامكان نفوز، وكانت لعبة بيدنا، لكن ما توفقنا والحمد لله تعادلنا 2-2. وتو الناس عندنا نفس طويل، عندنا الكويت وعندنا السالمية. انت تقارن نفسك بالكويت والعربي والسالمية بصراحة؟ ايه شلون على اي اساس؟ انا الزعيم الملكي بالحكي، بالحكي كلنا نسولف ورونالدو، بس بالمستوى منو احسن؟ بالمستوى عادي عادي، انا مباراة واحدة ما العب زين، هذا مو معناته ان انا سيء. حلو. اليوم انا ما العب زين مع السالمية، يمكن اصدم الكل وفوز على السالمية. قدام اليرموك اوكي انا ما لعبت زين لا مع اليرموك ولا مع خلاص ولا مع الفعيل، خلني ليش ما تعترف ان انت السنة هذه مو زين؟ خلني افوز على السالمية وعلى الانديه الكبار وناخذ الدوري. هذا قول؟ لا ما اقول، لا مو تقول حق السلماوية الاسبوع الجاي. انا ما ابي السلماوية، انا بوجه رسالة حق ناس ثانية وحق الكل. حلو انا بقول لهم السنة هذه اخذ الدوري بذراعي، وصلت اخذه بذراعي. تشاو جماهير القادسيه، وهدفين والثالث ضاع، بغى يدش عليكم واحد، ومستواكم شلون صار؟ زين؟ لا والله تبي الصدق مو زين، مو زين، مو زين. ليش؟ نادي كبير ها؟ وعنده جمهور، ليش مستواكم زين؟ يعني في اسباب وايد، يعني شو الاسباب؟ الاداره إيه؟ رواتب المحترفين، مدرب ما كل الانديه عندهم هالمشاكل هذه. لا 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 ولا كل الانديه عندهم مشاكل، وايد انديه عندهم مشاكل. في احد قال عن الانديه هذه؟ الاعلام كله القادسيه بس، اي مشكله لو هالكبر على القادسيه. يعني مشكله الاعلام هو اللي مخلي مستوى القادسيه كذي؟ لا لا قاعد اقول لك، قاعد انت قاعد تتكلم عن المشاكل. صحيح العربي 3 محترف، فراس الخطيب والرشيدي وفريح طال نايف، ما اخذوا فلوسهم تدرون عنهم؟ ما حد تكلم عنهم. تكلمهم قالوا تكلم. طيب ما متى تكلم؟ قالوا فلان ما اخذ، هو تكلم، هو قال
في اللقاء معاه وهو اللي قال عادي. هذه الأندية الجماهيرية دائما الإعلام مسلط عليه بكل العرض. لا على القادسية قبل يا معود القادسية قاعد يقول كلام والله مو في بعض كلام مو صحيح. الديح قبل يقدم استقالته من قبل شهر ونص تلفزيون الكويت حطوا ان اقاله بديح. ايش دعوه ايش دعوه لان حرب الاعلام ضد القادسية. ايه الاعلام ضد القادسية. حلو زين انت المفروض اذا الكل ضدك شد حيلك. هذا اللي ولا لا؟ هذا اللي صاير. اي وين اللي صاير على المستوى بس لا مستوى عامه مستوى بالكويت ما في مستوى. حلو. كل الانديه النادي الكويت شوف على توني بقول لك الوحيد الكويت لان عنده استقرار. حلو الوحيد اللي مستواه ثابت. حلو حلو الكويت وسالم وهم وشوف وهم هذا جول هذا جول ها واحد وهم الكويت. هم الكويت رغم انه مستوى بس مو هذاك المستوى يعني يعني شوف اقول لك بالدوري الكويتي الوحيد اللي يوقف القادسيه الكويت. حلو ومن منو تخاف؟ الوحيد اللي يوقف الكويت القادسيه. ومن منو اثنين اخاف؟ ايه؟ ما اخاف عندي شو. عندي هاللاعبين واخاف والله ما اخاف. وين المستوى انت مو عاجبك المستوى؟ ما عرفنا لك مو عاجبك المستوى تقول ما اخاف شلون ما اخاف؟ اي رقم حافز على كان فاز علينا هم انت يعني هم مو زينين خسروا من الجهره انت ما خسرت كان فاز عليهم كان فزنا عليهم. اللعبه راح تسوي ظروفه شلون راح تسوي يعتمد على التشكيله 6-0 لا وطقناها بالكاس. حلو خذنا الكاس خليهم يعتمد على التشكيله. حلو منافس السنه هذا قاعد فيها دوري ولا صراحة. كل سنة منافس لا هالسنة الدوري بين القادسية والكويت بس والعرباوية شو تقول لهم؟ بعيد بعيد شو تقول لهم؟ قول لهم العربي إذا خذ والمركز الثالث والله أقول لهم مستواكم يعني هالمستوى صدق أنا أقول لهم والله مو عن شيء بس عربي دوري مستحيل كانت فرصة واحدة العام وأنت بعد 14 سنة ثانية الله كريم. جماهير القادسية و2-0 للحين يعني شنو نقول مستانسين متفاعلين؟ لا مو متفاعلين كلش مو متفاعلين. ليش مدرب جلاك بسعيد مو متفاعلين بعين بعد كان الجمهور كله قاعد يتحلطم مدرب غيرته حلو ولا شو مو بعد بالعكس انا الفريق ماشي 2-0 وقاعد يلعب قدام فريق صغير. حلو صغير بال 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 بالاداء والمستوى مو صغير يعني باشخاص ليش ما تقلدون يعني الفرق اللي لما تكون متصدره يعني العربي لما كان متصدر كان يطق الفرق هذه 4-5 ليش ما تقلدون العربي سعيد انا اليوم ما بي إيه؟ نتيجة عودة أنا والله لعبة السالمية إيه؟ اليوم أبي أخلص المباراة بأقل مجهود واليوم المدرب أول لعبة له مع الفريق رسمي. حلو أوكي إيه؟ أكيد له تكتيك معين في باله يبي يشوف اللاعب هذا يبي يشوف اللاعب هذا في باله أهو هذا عشان خايفين من السالمية. لا السالمية خالصين منهم شان خالصين منهم السالمية خالصين منهم ستة هذه مباراة راحت وعدت وهذا أنا وياك وسلمني عشرة واحد ما دشت السالمية نحترم الفريق السالمية فريق متطور حاليا متصدر وحسن منك لكن بإذن الله وحسن منك لا مو حسن حسن منك أنت بس على منه كبير قول لي هو فاز على منه كبير أنت العربي ما يقدر أنا متعادل في العربي بتجيب العربي مش حق السالمية العربي فريق تاريخ حلو النعم بالعربي نعم سالمية بس انا اقول لك لما تعادل انا لما تعادل مع العربي ولا العربي تعادل معي هذا فريق بس انا اقول لك انت ما قابلت الا فريق واحد كبير له العربي ما قدرت تفوز عليه سالمية قابل كاظمة وفاز على كاظمة ماكو شيء كاظمة بس عليه القادسية يستسبع قدام الفرق الثانية مبط مشرع الجول حلو قدام القادسية بس يصير اسد علينا حلو وقدام الفرق الثانية عندك السنة لك بالدوري ولا ما لا هسه وسعيد تصعد منصة داحر العربي سنة الدوري عندي بالبيت تقدر على الكويت ولا ما بسعيد الدوري عندي بالبيت بناء على شنو انا الدوري على شنو عطني شيء واحد عندك امكانيه واحده تخولك انك تاخذ الدوري اسم القادسيه حلو والنعم اسم القادسيه والعربي عنده اسم الكويت عنده اسم بس كان امكانيه العربي عنده اسم 14 سنه ما اخذها ايه انا لما اقول لك اسم القادسيه انا 14 سنه قاعد العب بالبطولات حلو لما اقول لك اسم القادسيه ما بيك اتكلم لك قبل 14 سنه حلو. انا بكلم لك 14 سنه على طافه ولتوهم ايه. اسم القادسيه بحد ذاته اسم القادسيه يعني دوري يعني كاس يعني كاس الأمير ابتسامة وقلة من القدساوية اليوم يبتسمون يا ترى ليش مو متفائلين؟ لا إن شاء الله متفائلين بس أنت سؤالك هذا قصدك اللي قاعد يصير بالنادي زين لا هذا يعني لا يعني قصدك الأمور الإدارية وقالة المدرب راشد بدايه وكذي بس كل هذا الحين قاعد تبين حلو. تبين شنو سلبي ولا لا لا إيجابي أمور إيجابية إيه حلو. يعني أنت معي قالة راشد شيء راح خلاص ما 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 انت حكي يعني, يعني انت شايف الفريق اليوم صار احسن لا حتى لو احسن لا هني ما يبين حلو يوم الثلاثاء ان شاء الله حلو جزام سالميه مع السالميه حلو انت في هالايام هذه قادر على الفرق هذه نفس نوعيه السالميه الكويت العربي
ان شاء الله ليش لا. ما شفناك ذاك اليوم مباراة العربي يعني كان مستوى القادسية مو زين. مباراة العربي لها ظروفها وانت تدري ديربي زين فعادي يعني شيء متوقع. شو انت لما تطق الكبار ما تاخذ دوري؟ لا راح نطق الكبار راح تشوف بس حالاتنا زين وراح نفوز وتشوف انت لك في الدوري ولا ما. لا لا ان شاء الله وراح تشوف انت هذا اشوفك تكلم زياد قبل شوية تقول 6-0 على السالمية 6-0 وماخذ زين كاس الامير منه ما يعني نتيجة تذكر ما تذكر صح بس خلاص أنا خفت منهم يعني البرازيل خسر 7-0 عادي زين لك يعني كل جواد كابوة زين وراح تشوفنا مع السالمية ناخذ ثارنا للحين أمام الفحيحيل بس 2 وكأنكم اكتفيتوا بهالجولين صح. والله شوف أبو سعيد المستوى لحد الحين ما تغير احنا قاعد نقول لك الدروب قاعد ينزل من أول بداية أنا أول مرة أشوف فريق بكل صراحة من بداية الموسم اللياقة ما في إصابات كثيرة مستوى ما في أنت بداية الدوري لازم تكون بقمة مستواك لنهاية الدوري يغل المستوى ويغل الرتم احنا قاعد نشوف من بداية الدوري المستوى غالي يعني متواضع جدا احنا الحين قاعدين مباراة والله العظيم تنوم يعني مباراة ما حسنا فيها لا متعة ولا فيها شيء والمدرب لحد ما دام أول مباراة لا يعني أتوقع أنه ما راح يضيف أي شيء يعني نفس المستوى ليش يعني شدرك أول مباراة أنا اللي قاعد أشوفه ما راح يتغير شيء يعني مستوى الفريق والخطة نفسها وفي شغلة ثانية مهمة يعني مو معقولة فريق بداية الموسم يعاني من اللياقة هذه يعني كل لاعب قاعد يطيح شوي وال شو يعني إعداد مو زين التجهيز مو زين الإعداد والجهاز الطبي واللياقة أصلاً يعني أنا مستغرب من شغلة هو مدرب لياقة تاخذه تخليه مدرب فريق اول واللياقه عندك ببدايه الدوري هي تعبانه يعني ما عندك لياقه اصلا يعني قصدك هو ما نفع كمدرب لياقه ما راح ينفع كمدرب انا مو اقول لا بالعكس احنا تونا بدايه متفائلين فيه لكن ما المستوى ما يعطيك يعني القادسيه في مشاكل كثيره من ضمن المشاكل المحترفين عندك غياب محترفين عشان مستحقاتهم يعني الاداره مقصره حيل بسالفه المحترفين الحين تونا شفنا سيدومبا يعني موعود كل يوم كل قبل المباراه يوعدونا انك ترى خلاص من باكر راح نعطيك مستحقاتك ما ادري شلون تهيئ فريقك عندك مباراه يوم الثلاثاء مع السالميه مهمه واشوف المستوى هذا ما يوحي لك اي شيء ما يوحي لك بيت يوحي لك انك راح تنطق بنتيجه لا 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 ما انطق شو ما تنطق بعد هنا عشان لا تتناقض احنا انت تقول مستواك مو زين والسالميه متصدر حلو ابو سعيد الغاسيه بس مستوياته ما ينطق حلو بس مستوياته راح يغلب العام باحسن مستوياتك انطقيت ما كنت باحسن مستوياتي بس من احسن العام ولا السنه هذه تونا بدايتها بس قاعد اقول لك اللياقه تعبانه لياقه اللاعبين مو زينه بدر حتى مو لعبه هذا ولا فهد الانصاري لعبها احمد الضفيري افضل لاعب الجوائز السابقه اليوم احتياط ما شيء غريب نادي الغاسيه قاعد يحيطونه ما ادري لا من مدرب لا من ما تنافس السنه هذه اتوقع انه راح ننافس بس اذا عدلوا بشهر واحد الامور انا اتوقع ان بنياك قريب من الغاسيه اتوقع ان بنياك قريب واليوم يعني حتى التشجيع نايم حتى التشجيع بارد حضور الجمهور شويه ليش المشكله بلدنا انت مسابقات صراحه يعني مباراه ويكند ويحطونها الساعه 8 يعني شبيهم شمس العالم اللي بالمخيم اللي بالشاليه زين حطوا لك اياها وقت دوامات قلت مو زين احنا قاعد نتكلم عن ايام العطله ايام العطله 5:30 يعني مثلا حاطها 5:30 حاطها 5 في مجال الناس تخلص المباراه تروح اشغالها في فرق قاعد تلعب ثانيه الكويت قاعد يلعب 5 وشنو المشكله بالموضوع اذا خلوهم كلهم وقت واحد قول لا بس انت الكويت اليوم انت مو ناقل مباراته ناقل مباراه القادسيه فخلها مبكر يعني ما راح دام المباراه يعني مباراه واحده منقوله واحده مو منقوله فيعني ما راح يصير مثلا ما راح تشتت الجمهور ما راح طالع مباراتين حلو اي فلد انت مصاغات على تبعي وهذه مشكله ثالث لعبه نلعب الساعه 8 ويكون يومها اجازه حلو هذه المشكله يعني. هذه المشكله ما في غيرها والمستوى زين متاثر بين الثمان والخمس لا يفرق شوف المستوى يعني احنا بالوقت الحالي النادي يمر بظروف صعبه امور اداريه صعبه اللاعبين مجهزين ذهنيا يعني امتى الحين دشينا الجوله الخامسه ناس تصدروا اذا صار فرق بينك وبين الباجين 6-7 ما تكلم هالحكي احنا حد الحين في ظل أسوأ ظروف لنا يعني القادسية بهالموسمين ظروف إدارية أصعب يعني ما يعني ولا نادي يتحملها ولكن لحد الآن الحمد لله بينه وبين الأول نقطتين حلو فيعني بالعكس شيء مو بس ما قاعد تفوز على فريق يعني كبير وأنا للحين ما لعبت مع فريق كبير العربي لا أنا قلت لي فريق كبير ما العربي لحد لا العربي فريق كبير أنت تعادلت معه لا هو تعادل معي شلون تعادل هو تعادل معي أوكي المهم تعادل والحين تلعب قدام شو اسمه قدام السالمي إيش بتسوي قدام السالمي هو ايش بيسوي قدامي مو انا ايش بيسوي قدامي حلو فعم طاقك 6 فدائما حسين لا دائما صار له سنه صار له سنه لا قلت لك 6 وما اخذ شيء انا طقيته واحد اخذت نهائي كاس امير حلو بس نتائج موجوده
النتائج موجودة أنا معاك، بس أنا فزت عليه 1-0 خذيت الكأس. متفائل إنك راح توزع سالمية سنة؟ هو أنت سأل هو متصدر؟ هو متصدر صح؟ إيه متصدر. أنا قاعد أقولك أنا بظل أسوأ أسمى واسطة طقيته. حلو. وهالسنة؟ هالسنة هم راح نعطيكم يبا خلاص يعني من الأخير. الدوري بالمخبة. تبونا تعالوا خذوه مني. الكرة مع بدر المطوع، مروا عدى سدد. أوه. الله يا بدران، الله يا بدران، على اللعبة السابقة، على التسديدة الزاحفة في مرمى الفحيحيل، ثالث أهداف هذه المباراة. لكن ايضا في الدوري، لكن ايضا في البطولات المحليه، سيدوبا 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 سوما، سيدوبا سوما تقدم، مروا عدى، مرر لكره لكن بالاخير بالخطا تاتي في مرمى نادي الفحيحيل. هدف الرابع واربعه زينه اليوم الحمد لله على المستوى اللي اول مباراه زين اربعه اكيد على هالمستوى، ونقص المحترفين اثنين ونقص لاعب. لا والله أدوا للأمانة، كان اللعب حلو، كان يعني نوعا ما شوية خايفين من الإصابات، ما نبي إنذارات. هذا خايف من السالمية؟ مو خايف من السالمية، مو خايف السالمية بعد اللي العام طاق إن شاء الله طاق ستة. أقول إذا طاقنا ستة إحنا طاقنا خمسة بنهائي كأس الأمير. بنهائي إحنا نتكلم عن اللي توه، اللي توه إن شاء الله ثلاثة إن شاء الله اللي بلجيكا على المستوى كذي كذي بهالمستوى راح توزع. لا أكيد ما راح، أكيد الخطة غير، المستوى راح يكون غير مؤكد يعني. مع احترامي حق فريق فاحيل، فريق متواضع انزين، اكيد من الفرق اللي متذيلة الترتيب، بس اما السالمية فريق ينافس، فريق زين، فريق متطور. عادي اذا خسرت منه؟ لا مو عادي، لا لا، اللي ما يخسر ما يفوز. حلو. صح يعني حط بالك ان شاء الله. لا ان شاء الله نغلب، ان شاء الله. حلو. ان شاء الله نغلب السالمية والثلاثة ان شاء الله، اتيني واشوفك واذكرك ان شاء الله باذن الله. انتهت مباراة واربع اهداف ومستوى شلون، مقنع ولا مو؟ لا والله مو مقنع صراحة. شو يعجبكم؟ شنو تبون يعني؟ انت قاعد تفوز اربعة مو عاجبك؟ مخالف. شو تبون يعني؟ اولا هذا يمكن ان شاء الله استعدادنا حق مباراة السالمية. حلو. بس اذا بهالمستوى لا والله يا ابو سعيد. شلون بيضقونك السالمية؟ عام ستة، لا ستة انسى، هذه أول مرة وآخر مرة. خطأ مطبعي. بس سعيد احنا ما احنا عارفين يعني شيلة المدرب، حط المدرب، ترى هل لها تأثير على اللاعبين؟ يعني مو كنت تقول مدرب مو زين؟ لا لا، مو عاجب دايه؟ بس اوكي مدرب مو زين، بس نبي سبب اللي قاله، او سبب ليش هو قدم، يقولون الناس قدم استقالته، ناس يقولون اقاله، نبي نعرف احنا. انت ايش لك فيها؟ انت ويا راشد بديح ولا ضده؟ انا يعني كنت ابي اكمل ولا اول شيء راشد بديح ما شفنا من اخطاء تبديل، ما تدري يعني معناته تبديلته غلط. لا لا مو سالفه تبديلات غلط. بدلوه بمدرب غلط. اي غلط. اي بدل مدلك ما عايش طبيعي، اولا وصلك كاس اسيا، خذ كاس الامير، وخذ كاس الامير. حلو. والامور ماشيه، ليش بدلوا ما ندري. شو المشكله يعني؟ انت الحين كفريق خلاص بدلنا مدرب، خلصنا المشكله. احنا الحين صار اللي قاعد يدور بين الناس. ايه؟ ان اللاعبين شالوا، شو السالفه؟ حلو. اللاعبين شالوا اليوم تغير الاداء بعد راشد بيه؟ أسوأ ولا لا؟ لا لا أسوأ. أسوأ. لا والله. جام سالم ايش راح تسوي؟ الله يستر. جام الكويت ايش راح تسوي؟ بعد الله يستر. اذا جابت العربي بعدين شو راح تسوي؟ لا عربي هذه حاله ثانيه. شلون حاله ثانيه؟ يعني كلهم الله يستر. لا 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 يا ما هز العربي. لا العربي حاله استثنائيه هذه. ايه؟ هم ما فازوا علينا. ايه؟ احنا فزنا عليهم وهم ما فازوا علينا. العربي هذا شيء ثاني. انت بدك تفوز على فريق كبير يعني، انت مع احترامنا حق الفرق هذه كلهم فرق صعب، لما جابت العربي هي الفريق مو مستقر لا اداريا. لا انت ماكو دوري خلصنا احنا. ايه؟ لا والله مو اكيد ناخذ دوري. اكيد ولا ما في؟ لا 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 مو اكيد، لا ان شاء الله ناخذ، بس مو اكيد. شو ان شاء الله ناخذ؟ اتمنى ناخذ دوري بس. أيه. بس على المستوى هذا وعلى الظروف اللي قاعد نمر فيها. أيه. لا فلوس، لا اداره ولا عضو جاي اصلا بالمباراه، ولا عضو مجلس اداره جاي. شلون انت بتعطي حافز حق اللاعبين؟ انت قول لي شلون تعطيهم دافع؟ ولا عضو يا اخوي، لا من رئيس النادي وانت نازل، ما في حاله صعبه من قلب. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما شفنا طبعا جماهير القادسية ومباراة القادسية والفحيحيل، وبعد هذا الفوز طبعا يعني القادسية حقق 13 نقطة
بأربعة فوز وتعادل واحد مع العربي طبعا كان، ويعني القادسية وضع في المركز الثالث بعد السالمية وبعد الكويت طبعا في دوري فيفا لكرة القدم. الحين بنروح معاكم ونشوف جماهير السالمية. جمهور السالمية حلو يعني ولو انه قليل، ولكن حلو ان احنا نشوف جمهور عند السالمية. اليوم استانس احنا لما نشوف هلندية هذه عندها جمهور مثل ما كان في السابق، نادي الجهرة عنده جمهور. هلندية هذه يعني مع احترامنا حق الكل بعد العربي والقادسية، هي الكويت شوية عنده جمهور، ولكن السالمية في السنوات الأخيرة يعني شفنا عندهم رابطة، الله يعطيهم العافية الشباب يعني يشيلون يعني يحاولون أن يسوون جو بهالعدد القليل، وهذا حلو إذا كل نادي صار عنده جمهور يعطيك حتى إضافة اليوم كبرامج حتى تصوير التلفزيون لما يسمع صوت الشيلات ورابطة السالمية أكيد شيء مميز. السالمية المتصدر ب15 نقطة. إيش قالوا جماهير السالمية عن مباراة السالمية والشباب؟ نروح نشوف نرجع لكم. بداية مباراة اليوم أمام الشباب، ودائما السالمية يعني عقدتها بالفرق الصغيرة مع احترامنا لها. العام فزتوا على الكبار، ما سويتوا شيء قدام الصغار، وضاعت منكم الصدارة والثاني والثالث. إلى متى السالمية؟ هل السنة مكملين نفس المستوى؟ لا إن شاء الله ما نتشائم. يعني السالمية يمكن المباراة اللي فاتت شفنا فاز بصعوبة على يرموك، ويعتبر يعني مو من اسم المرشحة لأنه ينافس، لكن اليوم إن شاء الله مع التغييرات اللي مسويها المدرب يمكن شيء غريب نشوف مساعد ندى اليوم يلعب وسط متقدم أول مباراة يلعب فيه بعد رجوعه من الإصابة. ما أدري شنو هدف المدرب، يمكن شايف شيء معين في مساعدته، لكن هذا شايف مؤثر في تنظيم النص. مع هذا السالمية قادر إنه يضغط ويصنع فرص. حلو، أنت مشكلتك بالدفاع وياي بمساعد مدافع لعبه نص غريب فعلا شغل. أنت خسرت اثنين، غازي القيدي اللي يتميز في منطقة الشمال بالانطلاقات والتمريرات العرضية، وحطيته قلب دفاع، ومساعد ندى اللي يتميز في قلب دفاع أو على الباك الشمال حطيته نص متأخر ينظم لعب. مساعد ندى عمرنا ما شفناه، يعني أنت يمكن عبد العزيز رجال خبير في الكرة الكويتية عمرنا ما شفناه في المركز. هذا تجهيز حق الغاتسية؟ ممكن ما أدري والله، ما أدري شنو سر التغيير هذا صراحة. حلو، نظرتك الفنية الغاتسية قادر تفوز على الغاتسية؟ لا والله، يعني انه واقعين قادسية السنة مو افضل حالاتها نكون واقعيين. لكن السالمية ايضا لا زال يعني شوي قاعد نوع ما يحاول يطور مستواه. السالمية عنده تجانس اكثر كونه هو استقر تشكيلته اكثر قدر المستطاع. القادسية يعاني انه موسم شفناه مباراة العربي ما قدم مستوى مطلوب. يعني حلو، تنتهي اليوم والله 2-0 ان شاء الله هم يفوزون. تمرير من نايف زويد لغازي القهيدي تعود لنايف زويد وعرضية، أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء، جول أول لنادي السالمية. جماهير السالمية والهدف الأول وواحد صفر، ودائما السالمية على ملعبها أمام الفرق مع احترامنا لها اللي بالمراكز الأخيرة صعبة لعبتها. والله بالعكس، فريق الشباب فريق محترم، وإحنا السنة هذه نحترم جميع الفرق الكبيرة والصغيرة. بيني وبينك بعدين ما في فرق صغيرة كبيرة، كل فريق يعني ونجومه، وهذا فريقنا الحمد لله ماشي للحين مصدر. وقول أول ريحنا أول نص ساعة، وإن شاء الله نطمح بالثاني. بلنتي بس الحين جايتك الفرق الكبيرة، جايتك القادسية. والله شوف الدوري هذا أهم شيء الفرق، إحنا ما قام بالفرق الكبيرة، الفرق الكبيرة العام إحنا غلبناهم كلهم. ما خليت بسرنا من الفرق الصغيرة اللي عطتنا السنة هذه، محترمين الفرق الصغيرة قبل الكبيرة. وإن شاء الله يعني السالمية السنة هذا راح يطلع بطولة إن شاء الله. هل يطلع بطولة شنو؟ مو دوري؟ لا إن شاء الله دوري. تقدر على الدوري؟ بالعكس، إحنا لو تراجع السنين اللي طافت كل البطولات اللي فزنا فيهم كانت طريق الدمج. دوري طويل. بس ما جابت القادسية أسبوع الجاي، الكويت، العربي بعده. والله أبو سعيد هم يخافون منه الحين قبل لا إحنا نقابلهم. هم يخافون منه الحين. السالمية السنة يعني إن شاء الله. وايد راح تستمر بالصدارة؟ لا.
والله دوري طويل للحين ما ادري يعني تونا بدايه الدوري، لكن السالمية انا اقول لك راح يكون منافس سنه الدوري وراح ياخذ الدوري ان شاء الله. صالح العصفور، جاسم الهويدي، بشار عبد الله، وكره ومحاوله وجمعه سعيد، جمعه سعيد يسجل الهدف الثاني. جماهير السالمية والهدف الثاني، جمعه سعيد، هدف حلو وجول حلو، و2-0 نتيجة مطمئنة. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله في زيادة وسعيد بكبار ان شاء الله. حلو، بس يعني كم مستوى؟ مستواكم زين مو زين؟ لا والله شوف، المستوى بالشوط الاول ما كان ذاك الزود، بس ان شاء الله مع الشوط الثاني قاعد يتحسن ان شاء الله. اذا على هالمستوى تقابل القادسية ايش تسوون فيك؟ لا ان شاء الله قادرين على القادسية وعلى الاكبر من القادسية. حلو، على اي اساس؟ السالمية هالموسم غير ان شاء الله عن كل المواسم. حلو، كل موسم اوله زين، بس ما عندك نفس، عندك نفس؟ والله شوف، السالمية بالموسم اللي فات اللي خرب عليك كثرة التعادلات مع الفرق الصغيرة، مع الاسف اللي ضيعت، ولا مع الفرق الكبيرة بالعكس قدر على الفرق الكبيرة. يعني مو منطق ما تلعب الأجدام الكبار؟ لا مو، هو كل مباراة لها ظروف أخوي بسعيد. احنا اللي صار معنا مثل اللي فات ان التعادلات قدام الصليبيخات وخيطان هي اللي ضيعت من الدوري، وزيادة قدام لعبة العربي هي شوي الفريق تخسر. حلو، رسالتك حق الغتساوية، قولوا العام خذينا منك كاس، قول لهم عطني رسالة. ان شاء الله قادرين عليكم يا بني عادس، ان شاء الله قادرين عليك. 2-0 واستقر السالمية، مسك ملعب. شو المستوى اليوم؟ طبعا مستوى الحمد لله اكثر من رائع. حلو، ومستانسين على الفريق هذا، فريق ما شاء الله قاعد يقدم مستوى كبير. حلو، وان شاء الله يعني متمرين خير يعني. حلو، بس كمتصدر راح انت اليوم متصدر الدوري؟ طبعا احنا متصدرين ان شاء الله، وانا احذر يعني القادسية من الحين اقول لهم فريقنا زين. حلو، مستعد راح نباريهم، يعني مستعد اباريهم يعني، وانا حاط رجل على رجل على قولتك. زين، بس السالمية القادسية اليوم مع احترامنا لك فريق كبير صح ولا لا؟ انت ما لعبت مع فريق كبير. طبعا فريق القادسية فريق كبير، احنا بلاش بس يعني انت بتلعب مع القادسية، نفس لعبك اليوم تقدر؟ ما تقدر تفوز. لا، القادسية الفريق الموسم هذا مو نفس مستوى يعني في السابق، فريق عادي. والحين انت الحين مو نفس مستواك العام، واحنا الحين متصدرين. ايه؟ وانا اعتقد وانا احذر فريق القادسية. ايه؟ انه راح اباريهم احتمال فريق عيال واحد. حلو، على اساس يعني العام ماخذين منك كاس؟ انا عارف منك كاس ولا لا؟ اي بس لا تنسى ان السته يعني السته منورين للحين. حلو، يعني ستة مرة مو كل مرة تمشي وياك، بس الستة عن 20 مباراة كابتن. حلو، طبعا المشجع السلماوي الوفي، واليوم حلوه المباراه ماشي. اي والله مات يا الابان يونت، الطبور تونت، تلت يونت، الاتوار يونتن، تلت يونت بالمباراه. ما تسوي بعدين الحين القادسيه راح يجونك يوم الثلاث، ما في شيء يونس يوم. اتول لهم حياتي مره يا القادسيه، واللي يفوت اتول له مبروك. حلو، من تبي يفوز انت؟ ورا الانتر انا بفريق التالمية اليوم. بس ما تقدر على القادسية، كنا نخاف من القادسية. ورا القادسية يبوت علي النهائي غير، وبالنهائي فات علي 1-0. خذوا الكاس انت ما خذ. ايه اللعب ولا شيء، اللعب ميت بالنهائي، لو انت تبت البلنتي اللي يعلن. خلاص راحت السنة اللي طافت، السنة الحين انت متصدر صح ولا لا؟ انت تبون الدوري؟ انت بعتنا الواحد ثلاثة طاقة الدوري، بعتنا الواحد ثلاثة. يقولون يبي يطقونك ستة نفس ما تسألهم، شو تقول لهم؟ أقول لهم حياتي مرة لبنتوب، منو رأي يفوت التالمية ولا عندي؟
ويانا ابطال امتاعتني تلبيهم لبيهم امتاعتين يعني لاعب دورات من الاطابه. جماهير السالميه واليوم لابس الباير وحاضر باير والسالميه في شبه بيناتهم. اهم اثنين فريقي اوروبي ومحلي بايرن ميونخ السالميه. بس الباير دائما ماخذ الدوري. عن كم صار لك كم سنه انت بالسالميه ماخذ الدوري؟ ما شفت لا ان شاء الله هالموسم ان شاء الله في دوري لانه مدرب شايفه بكاس الاتحاد الكويتي. اوكي حلو طريقه حلوه وبالدوري ماشي اربع فوزات ان شاء الله. الحين ما اختبرت يعني ما ياك مرات قويه. اهم شيء تاخذ من الصغار بعد عشان بعدين لما يعني تبي نقاط او شيء تلعب مع الكوار قادسية والكويت. شكل الفريق فزنا على كاظم 4-1 فزنا على الجهر المنافس. اي بس هم كاظم فازوا عليه الكويت كلهم فازوا عليه. لا يعني بعد لازم تفوز على الكبار فزنا على الجهر كاظم والجهر يعني حلو. شو تتوقع هالسنه؟ يعني المحترفين نفس محترفينكم نفس مستواهم العام؟ لا والله جمعه سعيد انا اشوف اول مرتين ضار مع شاد يعني اليوم قول من طايف لك اربعه قول شيء اليوم يعني هالمباراتين اخره شويه شد حيله قولين على صليبيخات والحين جول ثاني حلو. اول ايام كان ما يلعب حتى رواتب اللي كانت ظروف كل مشكله كل انديه حلو مش انحلت يعني حلو. زين على هالمستوى جاب الغاتسيه ايش راح تسوي؟ تقدر؟ اي اقدر ان شاء الله. على اي اساس تقدر؟ انت اليوم اثنين بالغصب صح ولا لا؟ مو بالغصب يعني فيها تشكيله شوي بدا مساعد ندى نص طلع نزل والله ما انا ذاكر اسمه حلو نزل السويدان يعني في تشكيله بدر شماد كان يلعب يعني شوي في تشكيلات تغييرات كل مباراه يعني. شو تقول حق الغتساوي يقولون بنفوز عليك ما فزنا عليك بنهائي كاس ليمون شو تقول لهم؟ عطني رساله. الدوري السلماوي ان شاء الله باذن الله. حلو من الحين دوري السلماوي بسم الله اربع جولات. لا ده خاصين احنا جماهير السالميه واليوم حاضرين وفرحانين الى الان جولين منطقيه نتيجه زينه على ملعبك بين ارضك وجماهيرك ولكن الجاي صعب. لا الجاي اصعب مو الحين فان شاء الله نقدم مستويات افضل للسالميه ان شاء الله. حلو اليوم راضي؟ اليوم للحين مو راضي صراحه المستوى. ليش شنو ينقص السالميه؟ ينقص يخلصوا المباراه من اول شيء يعني يضيعون قاعد يضيعون اهداف كثيره. حلو يعني قاعد تلعب اكثر من ثلاث مهاجمين الحين او حتى النشا الهجوميه عند الرابع زويد جمعه سعيد حمد العنزي فيصل. المشكله اللمسه الاخيره ما قاعد تخلص. حلو يعني عندك جمعه سعيد قاعد يضيع كثير حمد العنزي قاعد يضيع فنبي يعني من المدرب طبعا. حلو المدرب مو زين صار؟ لا زين المدرب مو زين اللاعبين اللي قاعد ما يطبوا الخطه يمكن ما ينفذون اللي يبيه. معالم الفريق وين يوصل وين حده؟ منافسه على الدوري. شو منافسه هو الكويت اكيد منافسين اثنين وراح العربي وراح القادسيه. عربي على المستوى اللي قاعد اشوفه والقادسيه ماكو مستوى. بس كل سنه انت تحب الاول الدوري بعدين تطيح مستوى. لا لا السنه هذه غير اتوقع اللاعبين الموجودين اظن في بس لاعبين لك العام كان افضل من الحين يعني جمعه سعيد العام كان احسن من جمعة سعيد الحين اربع خمس مباريات الحين ما يبين الدوري. حلو في الدوري نفسه طويل اول شيء صحيح فتبي يعني اغلى شيء يبين الدوري من الجوله ال 11 12 حلو يكون محسوم بس القادسيه والعربي ما لهم نصيب السنه. حلو يعني مباراتك يوم الثلاث محسوم هذه؟ محسوم ان شاء الله ويا القادسيه. ايه محسوم ان شاء الله. على اي اساس؟ على اول شيء القادسيه عندهم مع احترام نادي القادسيه عندهم نقص كثير من اللاعبين. حلو بدل مطوع ما راح يلعب المحترف ما راح يلعب. أوكي. طبعا شفت مستواهم امس ويا الفيحيل يعني الفيحيل قاعد يجاريك. حلو الفيحيل ما عنده لاعبين قاعد يجدد لاعبين اصلا القادسيه ماكو شيء يعني السنه هذه السالميه قادم قوه قادم قوه ومنافس على الدوري مع الكويت طبعا. حلو لا. بس ما ياخذ الدوري لا ان شاء الله بياخذ ان شاء الله. جماهير السالميه وللحين اثنين واكتفيتوا بالاثنين شو المستوى اليوم؟ والله الشوط الاول بسعيد ما كان زين صراحه. الشوط الثاني بدا يفتح الملعب شوي حتى الشباب بدا يفتحوا كانوا مسكرين الشوط الاول. لاعب مساعد ندى اليوم قاعد يجربه احنا عندنا نقص ترى بالنص اليوم كيتا بروحه قاعد يلعب. هذا سهله يعني لا مباراه سهله احنا قاعد نلعب مع اخير سوى متصدر طبعا لا على الراحه عندنا مباراه يوم على الراحه المتصدر لازم يعطي الناس اربع ما يخالف ليش العربي كان العام يعطي الناس اربع امس القادسيه فايز اربع لا مو شرط مع الفرق الصغيره مع احترام اللي لهم اخذ نتيجه بس اخذ نقاط اي غير ما تلعب مع القادسيه والعربي والكويت فهمت علي وان شاء الله تسوي ايش القادسيه بهالمستوى هذه الرساله حق الفرق بسعيد اللي جايه ان شاء الله مع القادسيه ثلاث واللي وراها مع الكويت فرساله
قوية جايكم من رهيب. دير بالكم الموسم هذا من رهيب. يعطيك بريك قدام الكبار انت. مو حسب بالكم العام ما خذ يعني ما صدرنا الدوري او ما خذنا كاس الامير. كانت رسالة أولى، هذه رسالة ثانية حق بسعيد حق جميع الأندية اللي بالكويت. حلو. ايه. بس على القادسية ما تقدر. ليش ما أقدر؟ العام فز عليه خذه من الكاس. مو مشكلة كل مباراة لها ظروفها. مكتوبة لهم مو مشكلة. على الظروف هذه ضامنها المباراة. والله أنا قاعد أشوف فريقنا زين بسعيد. فريقنا فوز على الكبار. فريقنا السنة توفقنا مدرب زين صراحة. يقرأ المباريات تعدل وهذا. اي فان شاء الله احنا خاصين بالقادسيه مثل رسالتك حق القادسيه. انا اقول حق جمهور القادسيه لا تحضروا المباراه لان نفس اللي معامل نفس السنه اللي طافت راح يطلعون خسرانين. باللغب والانكره ومحاوله خطيره لمصلحه نادي السالميه نايف زويد جول ثالث لمصلحه نادي السالميه. جماهير السالميه وثلاث اهداف حلوين ماشيين عدل. واللي ضيعناه أكثر. مشكلة. زويد كم جول ضيع؟ أي أوكي. أربعة خمسة لازم النتيجة ستة سبعة. مفروض. هذا إذا أنت بتعيش دور المتصدر. فريق يعني. لا حول ولا قوة مساكن. يكسرون الخاطر. كم طقيته ستة خمسة؟ مشكلتك؟ كافي لا قناعة بس ثلاثة كافي. أنا عمش الغاسية فايزين أربعة. كل واحد المهم الثلاث نقاط. إيه المهم الثلاث. حلو شو بتسوي؟ حلو واحد ولا تقلب اثنين. إيه شو بتسوي؟ انت العام فيس على الغاتسي 15 العين اي اوكي بس انت العام فيس على الغاتسي وخذوا منك الكاس ماشي القطار كله واحد حلو نستفيد من اخطائنا مو قدام الكبار مو قدام الكبار يصير خير اذكركم الثلاثه ويا القاتسي ها ولا لا عندك نفس ان شاء الله كام انت عندك نفس تصير اول طبعا زين بعدين ما اكتب انا قايل لك الاسبوع اللي طاف بذكرك هم بذكرك حلو. هم اقول لك قلت لك وصار الساوي يقولون خلينا نفذ الريايل حلو صحيح بس الساوي يقولون خلينا يستاهلون يستاهلون متاخر تسوي قدام اعطني رساله بدال لا يلبس فنيلة زرقاء لابس اللي صفره حلو لاعبينك زين ملاعبين لو النعم هم ربعنا زينين إيه؟ وانا اشوف ربعنا السنه ان شاء الله احسن منهم والدليل شنو بتنافس هي شلش كان منافس الحين من المتصدر اول اربع جولات الحين من المتصدر نمشي على الرتم نمشي على الرتم هذا شنو المشكله يعني قايش معه اي قايش حلو رسالتك حق الغتاوي يقولون جايين كم ثلاث يصير خير اقول حلو اقول خير يعني خير. لا 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 اكيد لا 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 ما انت ما انت فلسف ونقول احنا واحنا لكن الملعب راح يشهد اداء اللاعبين راح يشهد على حسب شكل الفريق قادر يفوز على غاتيه قادر ان شاء الله ليش مو قادر معنا طبعا معلق مباراه اليوم الشاب فهد العتيبي رحب فيك طبعا تسلم شكرا حياك الله ايش تقول عن المباراه المباراه كانت حلوه السالميه كان احسن من الشباب ما في فرص خطيره ماكو تسديدات باستثناء الكره الاخيره للنادي الشباب حلو السالميه يستحق كل شيء في هذا اللقاء حلو يعني على قولته مستحق الفوز مستحق كامل حلو شنو المباراة اللي ودك تعلق عليها بصراحه دوري الكويتي مباراة الاسبوع الجاي الغاتسيه والسالميه راح تعلق عليها ان شاء الله ما ادري هذه اللي ودك تعلق عليها هذه اللي ودي يعني. اكثر من العرب الغاتسيه اكثر ليش بعد الستة العام شكلك سلماوي لا لا ما لي شغل بلا واحد كلش بس الانتر رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومثل ما شفتوا مباراة السالمية والشباب طبعا مبارك للسالمية وجمهور السالمية طبعا هذا الفوز ونتمنى ان شاء الله يزيد الحضور الجماهيري لجماهير السالمية وخاصة ان شاء الله باشر يوم الثلاث طبعا مباراة تجمع السالمية والقادسية هي نوع من انواع رد الثار بالنسبة حق القادسية بعد خسارتهم من السالمية بست اهداف وايضا رد الثار بالنسبة للسلماوية بعد خسارتهم في نهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى بعد فوز القادسية على السالمية وخذوا الكأس مشاهير شو الفقرة اللي تعودتوا عليها في الأسابيع الماضية وطبعا نستضيف فنان أو فنانة نكلمهم ونتحاور معاهم عن ميولهم سواء في الكويت أو في طبعا أوروبا سواء الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي اليوم معانا فنانة مميزة نور الغندور يعني توقعوا هل هي عرباوية أو قدساوية هل هي برشلونية أو ريالية نروح معاكم نشوف نور غندور نرجع لكم شوف هو بصراحة عاجبني بس أنا ما رح أخذه رح أخليه عندك عشان ليت عروسة المستقبل تاخذ إياه أنت مو بنية أنت ملاتي أنت
انت ذهب قاعد يطلع من حلقي ذهب 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 مو كلام. علاقتي بالرياضة علاقة جدا حميمة، يعني بيني وبين الرياضة صداقة عجيبة. والسبة طبعا المعهد، انا بما اني طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية يوميا الساعة 9 الصبح لازم نكرف على الستيج رياضة، كل انواع الرياضة لازم نسويها عشان طبعا جسمنا يكون مرن ونقدر نشتغل. وانا من زمان يعني من قبل المعهد بعد انا احب اروح نادي، احب امشي وايد، مرات تيني تشي فصلات الصبح بهالحر اطلع امشي على البحر ما عندي مشكله. يعني صراحه انا ما اتابع وايد كره قدم يعني، بس النادي اللي انا احبه واشجعه بالكويت نادي العربي للامانه، يعني لا حد يزعل مني بس انا احب نادي العربي. وطبعا بما اني عرباويه مثل ما قلت لكم افضل لاعب عندي محمد الشقاق كابتن الفريق. مستحيل تجد فريق ثابت جلال جول اجراق محمد لاعب يبدع ويمتع في مباراه اليوم بعد ان مرر في هدفين. وعالميا انا اشجع نادي برشلونه. تحول برشلوني يا بيرضي عيوني، اللاعب عندي ميسي طبعا وبفخر اقولها. وعاد لا تشوفوني وانا لابسه البرشلونه وقاعد اشجع شي وحدي متحمسه كلش مو انا يعني. ميسي يتحرك ميسي سيتكلم الليغا وسكر الليغا وها سوبر هاتريك كان في ام عندها توأم، واحد اسمه أحمد والثاني اسمه حامد، والأم كانت تعشق أحمد وحامد كان يدري. وفي يوم من الأيام طلع أحمد يعبر الشارع ودعمته سيارة ومات بلحظتها. طلعت الأم من البيت وشافت أحمد ميت على الأرض، عرفتها لمته وصرخت بأعلى صوتها حبيبي حامد. حامد كان واقف وراها بس سكت وعاش باجي عمره باسم اخوه. تابعوني مع النبهان في وراهم وراهم شو. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما شفتوا طبعا الفنانة نور الغبدور طلعت عرباوية، والحين وصلنا الى وقت العرباوية. مباراة اقيمت اليوم الساعة 5:30، والحمد لله الله وفقنا ان صورناها وبنحطها إن شاء الله. يعني الحين مباراة هي في الجولة السادسة، العربي طبعا ريح في الجولة الخامسة، واليوم يعني لعب مع نادي الفحيحيل وتفوق على الفحيحيل بأربع أهداف مقابل لا شيء. شفنا الجمهور العرباوي أبدى ارتياح، البعض زعلان على ذهاب تياغو ومغادرة تياغو طبعا، ولكن البعض أبدى مرتاح والبعض توعد في المباريات القادمة، بما أن المباراة القادمة أمام كاظمة وبعدها إن شاء الله يلعب العربي مع الكويت، وبعدها احتمال أنه يكون مع السالمية، فأيضا مباريات قوية كثيرة. راح معاكم ونشوف الجماهير العرباوية على ما يجهز التقرير. جاهز ولا مجاهز؟ حلو. طبعا على ما يجهز التقرير جماهير العربي وجماهير طبعا فحيحي ما عنده جماهير للأسف، فكان المتواجدين طبعا جماهير العربي وكانت الأجواء حلوة، أولها مطر، وسريعاً سريعاً بادر العربي بالتسجيل هدفين كانوا إسراع في أول تقريباً 6-7 دقائق، ويعني بعدها تغلب العربي 4 أهداف مقابل لا شيء. بعد الفاصل بنشوف معاكم جمهور العربي إيش قالوا، نرجع لكم. عبدالله الشمالي رقم 24، وهناك محمد أيضا اللاعب شاري يوسف الكندري رقم 20، وعلي مقصيد 31. خط الهجوم هناك فراس محمد الخطيب.
لعبها في الامام لعلي مقصيد، الكره عرضيه جميله خطه، بقول الله 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 الله، اولى الاهداف وبدايه مبكره مع الدقيقه الثانيه. كره اللعبه اماميه، خطره هذه، خطره مساري، حطها خطره، بقول خطره، بقول الله 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 الله. الهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي العربي، جماهير العربي، وهدفين اليوم على السريع كذي. بادي العربي بدايه يعني حلوه ان شاء الله، يعني بدايه يعني متوقع المباراه، يعني ما اتوقع تصير المباراه 4-5-0، لكن احنا ثلاث نقاط نبيها، تدري الحين في فرق خمس نقاط بين ان شاء الله هذا الهدف جول ثالث، الله بينه وبين السلمية في حوالي، يعني إذا فزنا اليوم إن شاء الله في فرق يعني يكون ثلاث نقاط تقريبا أو نقطتين يعني، لكن هم بعد الاعتماد على مباراة باكر، إحنا ما نعتمد على القادسية ولا هذا، بس لكن إحنا نقول تجسنا تبي الغاتية، إحنا لا 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 أبي متعادلون إن شاء الله، تعادلون إن شاء الله عشان يصير يصير مصالح العربي أكيد، يعني وإحنا فوزنا على الكويت يعني أو كذا إن شاء الله، يعني يعني احنا ماشيين هم بعد يعني فقدنا نقاط، لكن احنا ماشيين صح يعني، نبي الدوري، لا تعبنا خلاص، احنا نبي الدوري، احنا متواجدين في احنا متواجد يعني انا متواجد في الملاعب هذه من 87 متواجد في الملاعب هذه، يعني شفنا الحلاوه، شفنا شلون الدوري، شفنا شلون الكذا، اخذنا بطولات الامير وكاس ولي العهد وكاس الاتحاد وكاس كلها اخذنا، بس الدوري له طعم ثاني، الدوري له طعم ثاني اكيد يعني. جماهير العربي و2-0 وماشي الامور اليوم حلوه مع العربي، لكن اهم شيء انه ما تفوز على الفرق الصغيره، تفوز على الفرق الكبيره. طبعا لازم تفوز على الفرق الكبيره عشان تاخذ الدوري. حلو. على الفرق الكبيره ما يقدر. لا نقدر شلون؟ وين ذاك اليوم قابلت الغاتيه؟ تعادلت وياه. عدلت ما خسرت. اي. ومش يعني اوكي انت تبي الدوري. اي اوكي. اي لازم تطمح تفوز على الكبيره. اول شيء ما توفقت. ايه. الجولات الجايه ممكن انك تفوز وتلعب. جماهير العربي ومباراة للحين يعني من طرف واحد، نقول طرف العربي فحيل للحين مسلم المباراة، ولكن للحين عافي خطة حق العربي، عافي أداء ضارب مثل الموسم الماضي صح؟ والله المدرب للحين مو عارفين شنو بيسوي، يعني للحين مو يعني محترفين، شايف عندنا كل يوم محترف مشكلة يطير على عندنا، فمو عارفين شنو فما أدري شو يسوي المدرب، شيء ما تلومه، لأن المدرب بالأساس هو قبل الموسم بأسبوعين ما ثلاثة أسابيع، فمو هو اللي ياخذ المحترفين، بس المدرب مو عارف ينسق اللاعبين داخل الملعب، يعني بعدين أنت تقول كل يوم ينقص محترف، شلون ينسق؟ يقول لك هذه ظروفي. والله شو أقول لك، حتى الخطة ما أدري شلون، يعني أول عندنا المدرب بونياك كنا الفرق الصغيرة هذه نطقها بالماشي 4-5 صحيح، الحين لا، يلا يلا على قولتهم 1-0-2-0 حلو. اي فاهم المدرب له دور بالموضوع هذا، يعني النزعه الهجوميه مالت بونياك انفقدت الحين. اي والله وايد انفقدت، يعني بونياك كان مسوي شغل بالملعب. جماهير العربي ويعني نظره الى المباراه نقول بعدم تفاؤل. والله يعني الفريق عادي، يعني مو الفريق المستوى اللي نرجوه من النادي العربي. هذا يعني مستواكم، يعني صار لكم كم سنه ما اخذت الدوري؟ والله العام يعني قاب قوسين او ادنى من الدوري، ضيعته وضيعناه بعد هاي الفرصه ذهبيه، ترد هالفرصه ولا ما ترد؟ اذا لاعب من اللاعبين اليوم صرح بالتويتر ان لن ناخذ الدوري ولن لاعب قاعد يلعب بالنادي، يعني ما نظره تشاميه، اي نظره تشاميه من اللاعبين. بس ينقص العربي؟ والله العربي ما ينقص شيء، الا انا صراحه في يعني إدارة النادي العربي، مع يعني في أحس في شيء قاعد يصير داخل في بين يعني في تناحر على في الإدارة بين شخصين، يعني على الرئاسة والعربي أكبر من الرئاسة، النادي العربي المفروض يكون أكبر، يعني قلعة الخضرة، وإحنا يعني أنا تقريبا متابع المباريات يعني من بداية الدوري لنهاية الدوري، بس قاعد نشوف الفريق ما في شيء يقدم، ما قاعد يقدم المرجو، يعني لو تقارنه بالكويت الكويت صراحة الكويت إدارة ولاعبين وهذا قاعد يمشون صح، وأنا ما تلوم اللاعب إذا صرح ما ناخذ دوري، أي صح إذا صرح لأنه ما في إدارة، صح لأنه يعني هو قاعد يتكلم عن ثلاث عناصر لازم تتوفر، الإدارة والطاقم الفني واللاعبين، إذا نقص واحد منهم ما راح تحصل. أنت شنو ناقص الثلاثة؟ شو تحس؟ والله حس أنا الإدارة. اللاعبين عندك جهاز فني؟ عندك جهاز فني وعندك لاعبين، ينقصك الإدارة صراحة.
وكل مباراة نتكلم ونحضر وهذا نفس الشيء ما في جديد. دوري بعيد. بعيد. كم سنة بعد؟ والله إن شاء الله السنة الجاية. جماهير العربي والجول الثالث 3-0. ماشي الأمور؟ والله الحمد لله ماشي الأمور، بس يبي لك بعد أقوال عشان تلاحق بالصدارة يعني. حلو. يعني دحر دحر السالمية دحر الكويت. لا تو الناس تو الناس تو. قادسية. قادسية شنو؟ قادسية قبلك؟ قادسية ما عنده شيء. قادسية متفوق عليك. متفوق بس تو ضد الدوري يعني في وقت ان شاء الله تاخذون دوري باذن الله باذن الواحد الاحد ما يضيع تعب جمهور العربي. حلو. تعبنا الموسم اللي طاف وان شاء الله بنتعب هالموسم. حلو. وان شاء الله الدوري عرباوي والدوري بالمنصوريه ان شاء الله. والمحترف راح المدرب؟ لا شوف المحترفين راحوا ويوم بدالهم ان شاء الله ابو سعود ما راح يقصر معانا. حلو. وفي محترفين جايين باذن الله. حلو. شو تحس انت اليوم يعني تقدر تجاب الكويت القادسيه سالميه كاظم؟ شوف ماكو شيء صعب، لا ماكو شيء صعب على العربي، بس يبي له تركيز لاعبين ويعطونك الروح اللي يعطونها بكل مباراه، وان شاء الله الدوري بيدنا ان شاء الله. كره عرضيه ملعوبه جميله تمر براسيه تاتي على بسيط الله عليك الله 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 توج مجهود الحقيقه في هذا اللقاء حتى الان بهذا الهدف الجميل عالطاير عالطاير يحطها علي مقصيد. يا سلام يا مقصيد اخذ راحته تماما. جماهير العربي وثلاث اقوال للحين والماشيه الامور معاكم حلوه امام الفحيحيل، ولكن الباجي بالدوري هل نفس السنه الماضيه تتعب 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 ويضيع منك الدوري؟ لا تاخذ الدوري ولا تكون بطل الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الحين 3-0 حق العربي. حلو. انزين والعام والدوري كان فايز على الفحيحيل 4-5 ماخذ الدوري. شوف الدوري توه تو الناس احنا بالقسم الاول الحين ما خلص، اكيد في مفاجات في فرق. حلو. راح تتعثر في فرق. انت العام فوق متصدر وطيحوك الحين انت تلحقهم تلحقهم شلون تو يا ابو سعيد؟ تبي تخل تبي تفتح باب والله العظيم. اي باب شنو باب؟ لا في باب شنو انت تقول؟ شنو باب؟ انا العام بطل دوري. شلون بطل دوري؟ انا بطل دوري اقول لك. انا بطل دوري. انا بطل دوري بس انا اعرف انه بطل دوري. انت عارف ليش انا بطل دوري؟ شلون بطل دوري؟ الكل يعرف ليش انا بطل دوري. حلو. مو الكويت. الكويت كم نقطه؟ حلو. الكويت كم نقطه؟ تعادل وياك نفس النقطه. الكويت كم نقطه؟ 66 نقطه صح ولا لا؟ أوكي. الكويت 66 انا 66 نقطه. تخاذل تلاعب استعاله وصديق ما خلى واحد بس عشان يوقفون العربي. حلو. والله خلينا نتكلم جد، احنا نتكلم بالمنطق. حلو. هذا المنطق صح دوري واخذه بذراعي صح. حلو. لكن 66 نقطه ومنافس منو رد الدوري؟ من رد حلاوة الدوري غير جمهور العربي؟ الدوري كان ميت والحين هم الدوري ميت. حلو. والله العظيم الدوري ميت. خلي العربي يكون الصدارة وشوف الجمهور. حلو. شوف العالم شلون تكلم، شوف الإعلام شلون يتكلم. يبقى الدوري ميت من خير جمهور العربي والنادي العربي. الدوري ميت. حلو. لازم تعرف لا دوري ولا منتخب من خير النادي العربي. حلو. هذا واقع، هذا واقع. أنا أهم شيء أني وصلت رسالة حق الجيل اللي الحين عمره 14 سنة أن أنت وقاعد تشجعون نادي عمره جمهوره ما صفق يدش عليه جول. نادي ما تخاذل، نادي ما يسلم المباراة. هذه أهم رسالة أنا وصلتها حق الجيل. الحين ليش تروح بعيد؟ أكثر الصغار الحين موجودين يحمدون ربهم يقول الحمد لله أن أنا عرباوي وافتخر. ليش؟ لما يروح المدرسة من كلمة واحد غتساوي يقول له اسكت أنت مصفق على نفسك حد جول. اسكت أنت يا حبيبي بتخاذل. شو تسولف؟ العربي تاريخ جمهور. جماهير العربي وللحين 3-0 وللحين تلاحقون الفرق المتصدرة، تلاحقون السالمية، تلاحقون القادسية بظل النقوص. جايكم نقص، تياغو راح ها؟ وقبله راح محترف، مدرب معاجبكم والفريق ناقص، ايش بتسوون هالسنة؟ انتوا العام كاملين ما اخذتوا شيء. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الفريق يعني انت مثل ما شايف يقدم مباراه حلوه رغم النقص على قولتك ورغم تياغو اللي راح ورغم المحترف اللي قبله اللي راح. اوكي. ورغم على عندنا تحفظات على المدرب. بس على منو قاعد مستوى؟ مع احترامنا حق هي القادسيه طق 4 طقيت انا القادسيه اللي المفروض هو يطقني 2-1. حلو. انا ليش مفروض عادل؟ انا جبت ديربي هذا ما في مفروض. لا ما يعني انت مستانس متعادل مع القادسيه؟ هو اللي مستانس. لا انت تقول تعادلت مع القادسيه اللي المفروض يفوز. القادسيه طلع من عندي مستانس انه فايز. حلو. شلون فايز؟ لا 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 يا حبيبي. آه. من قال لك متعادل؟ شلون متعادل؟ 2-2 كانت النتيجه. 2-2. ايه. بس بالنسبه لهم فايزين 5-0. حلو. على اي اساس هم كل سنه يفوزون عليك؟ شلون سنه صار انت شفنا شلون جالدينهم؟ حلو. بس ما فزت اخر شيء ما اخذت نقاط. اكلمك جد ما اخذت نقاط. يمكن انت كنت برا الملعب قاعد. ايه. قاعد شيء شو شيء كذي. حلو. انت ما شفت المباراه؟ ما اخذت نقاط، اخذت 3 نقاط ما اخذت 3 نقاط. اخذت 3 نقاط صح. المباراه كانت لها ظروف. الحين منو اللي اقرب حق المنافسه؟
من الاقرب؟ القادسيه اقرب لا تونس. شلون تونس؟ تونس سالميه قادسيه انا ممكن الكويت. تصدر العام ايه؟ ممكن تكون الاول ايه؟ منو اعطى الدوري حق الكويت؟ ما نبي نتكلم عن هالمباراه لكن الكويت خذها صح ولا لا؟ صح بس كان يمك اقول لك وين يمي؟ كان بيني وبين خمس نقاط. اوكي بس انت يعني مع احترام وين يمي؟ خمس نقاط يمي. اي بس هذه الفرق عندهم نفس ما يقدر تطيحهم. وانا شنو عندي؟ انت عندك نفس؟ ما شفنا العام. انا اللي اصدر النفس حق الفرق الكويتيه. صدقك انت؟ حلو. شو تقول حق اللي جايين؟ انا اقول حرباوي قلت لك انا اللي اصدر النفس. حلو. تبي اقول حق منو؟ تبي اقول حق القادسيه؟ ما عندهم. حلو. ما عندهم لان كانوا 25 30 واحد قاعدين بالمدرج. ما عندهم ولا اشوفكم بعيني شيء مع احترامي كامل لكم، لكن ما عندكم جمهور. كاظمه جايكم السبت او الجمعه، الجمعه والسبت جايكم وراح تشوفونا وراح نصير كابوس حق كل الفرق خاصه الكويت جايينكم خاصه حق جراح العتيق. جماهير العربي ورباعيه عرباويه على فهيل. حلوه المباراه. والله المباراه حلوه، العربي مسيطر من اول دقيقه بالمباراه. مو مقياس. والله احنا ما نقول مقياس ولا مو مقياس ابو سعيد. ايه مقياس الطق الكبار ما تقدر تقدر؟ لا راح نقدر. متى؟ متى؟ ما شفنا. راح نقدر نطق الكبار ان شاء الله قدام. القادسيه ما قدرت عليها. لا القادسيه مو ما قدرت عليها، القادسيه في لمسات صارت بالفريق، في لمسات تكتيك المباراه. حلو. واحنا ضيعنا. تاخذ الدوري الحين. اي بس احنا لمسات الجوله السادسه. اكثر من القادسيه احنا هجمنا اكثر من القادسيه وكنا مسيطرين بالمباراه. حلو. والعام ضيعت انت اكثر من القادسيه والناس خذوا الدوري ما خذت شيء. لا بس مو القادسيه خذت الدوري، القادسيه اهدى الدوري حق الكويت. المهم غض النظر الحين انت السنه انت فوز عشان ما حد يهدي عليك. لا ان شاء الله ما حد يهدي علينا وان شاء الله احنا نحسم الدوري. حلو. واليوم احنا ضاغطين ومباراتنا وايد قويه وفريقنا وايد زين هالموسم. لابس اصفر اليوم هاي المباراه شو معناته يعني؟ تصير غتساوي؟ لا ما انا اصير غتساوي، صدقك انت؟ الدم اخضر لو البس اي لون بس الدم اخضر. جماهير العربي واربع اهداف ومبتسمين. ومستانسين وفرحانين ولكن الجد تو ما بلش. جد بالاسبوع الحين المباراه هذه ترتاح في بعد ترتاح في يلا ما عليه في كوره زياده تو دقيقه 19. حلو. الشوط الثاني وان شاء الله في المباراه هذه تاخذها راحه. حلو. الله تاخذها على البرود. الله بهدوء جديد على الحكي. شوف المدرب شال القلب ودخل قلب داله. حلو. لعب شوي شوي لعب وريح. مباراة جاية مع كاظمة بعدها مع الكويت يبدأ الجد. حلو. تقدر على الجد؟ والله إذا طافوا المباراتين ثلاثة الجايين. إذا طافوا. يعني ما عندك ثقة بالفريق. ليه متى؟ ليه متى؟ ليه متى ما عندك ثقة بالفريق؟ ليه متى؟ والله السنة ظروف، السنة طافت ما في أحد ما طقينا رايح راد. حلو. ما طقيت، غاتيا ما طقيت. ما طقيته. غاتيا الكويت ما طقيته. بس هو استانس لما فاز علي. حلو. لما تعادل. حلو. هذا عنده انجاز. حلو. انا لاحد ما اشوف هذا انجاز، هو عنده انجاز الرابع ياب تلقى الجمهور هني مالهم يصفق ويضحك ومستانس. حلو. ياب انجاز لانه تعادل مع العربي. حلو. من يقول انت لا هو انا ما تعادلت، انا تعادلت طلعت زعلان والله هالموسم هذا. حلو. هالسنه تطلع زعلان؟ هالسنة؟ اي نفس العام تعال ان شاء الله ان شاء الله. حلو. شو تقول حق اللاعبين في دوري ولا لا؟ في ان شاء الله. شكلك انت شفت الدوري؟ انت شفت الدوري بصراحه؟ اي شفته. متى هاي السنة؟ 2002. 2002 شفته. حلو. راح تشوفه مره ثانيه بصراحه ان شاء الله السنه 17 ان شاء الله. 17 اي ان شاء الله. جماهير العربي والابتسامه الحلوه هذه ابتسامه العرباويه يسمونها، في ابتسامه ولديه هذه ابتسامه عرباويه، ولكن الى متى تستمر هذه الابتسامه؟ جوله جولتين ثلاث اربع خمس ابعاد انتوا عن الدوري وايد ان شاء الله على طول الابتسامه تدوم العرباويه ان شاء الله ما تطيح هالابتسامه. حلو. بس ان شاء الله يعني رغم النقص المحترفين. حلو. وان شاء الله لا العوامل تساعد. لا والله لا تبي الصراحه حاليا لا شوي صعب الوضع لان هذا يعني محترف مشى قبل يومين. صحيح. تياغو مشى. ايه. ويحتاج الى دعم سواء محترفين او لاعبين محليين. حلو. لكن ان شاء الله المسيره تدوم والابتسامه العربويه تدوم ما تنقطع ان شاء الله. قادر العربي ينافس الكويت والسالميه والقادسيه بصراحه بعيد عن العاطفه حاليا في الوضع انا اشوفها صعبه. حلو. بس اذا مثل ما قلت لك اذا شدوا حيلهم. ايه. ومع المدرب اذا طبقت الخطط وهذا ان شاء الله. كثر بعيد الدوري عن العربي؟ عطني مسافه بعد الدول بعد سفر بعيد وايد. لا لا ان شاء الله هو نقدر نقول يعني بعيد بس ان شاء الله نتأمل. في امل. في امل. بعد كم سنه؟ والله شوف يعني عقب صراحه عقب الموسم يطاف. أيه. اعتقد يأس. يأس لازم يحتاجون الى صحوه كبيره. حلو. لازم الصحوه هذه تصير يعني
من اللاعبين من الجمهور من الإدارة ما يأسون. سجلنا الدوري ضاع منك فرق أهداف بس لا الأمل موجود يعني. جماهير العربي ورباعية وهذا المدرب اللي تقولون مو زين مدرب ما يسوي شيء كان فايز أربعة شتمومه والله شين نقول لك على فاحيل بعد فاحيل فريق أول نخاف نحترم فريق فاحيل بس أنا قاعد أقول لك يعني إحنا ردينا للماضي عبد العزيز لو تذكر تاريخ مو العام قبل العام العربي كان مع فرق الصغيرة يفوز وهذا لمن يحق فرق الكبيرة ماكو شيء يا مغلوبين يا متعادلين وخسرانين الدوري هذا مشكلة بالفريق عين مو لا لا باللاعبين بالعناصر لا لا العناصر لأن لما يكون مدرب فاشل قاعد يلعب عناصر فاشلة زين إنه هذا مشكلة إحنا بالنسبة لنا عندنا بعض العناصر خلاص كفوا ووفوا ويعطيهم لاعبين عندنا لاعبين عندنا لاعبين انت محترف محترف مشى محترف مشى من بركة من هذا من الإدارة يعني شو نسوي يعني الإدارة ما لنا حشر يعني إدارة ما يعطونهم ما يعطون حقوق المحترفين ما يسوون شيء انزين وهم يعطون إجازة حق المحترف يقول له روح بدور لك مكان ثاني زين ويتحجج المحترف بأنه والله أبو ميض احنا يبقى نايمين احنا وين قاعدين ترى احنا في عالم الان قريه الكره الارضيه كلها قريه زين احنا عارف ان الحاله الاجتماعيه في اوروبا في الغرب مفككه يعني كل واحد لما يوصل عمره 18 سنه ما يدعي عن امه وابوه زين الحين امه وين قاعدين حفظ العربي اي والله الظاهر كذي والله الظاهر ان حولوا الجماعه صاروا عندهم الحاله الاجتماعيه اسناد العربي قويه جدا يعني هذه غير المسخره صارت يعني احنا بالنسبه لنا قاعد والله لما اسمع الكلام هذا انا قاعد اضحك يعني زين يعني عاملون يعني الظروف كلها ما تبي الدوري ما تبي الدوري ماكو دوري ماكو دوري ماكو ليه متى ليه ما ادري اسال الاداره ليه متى شيبته ما خلت بعد انا شوف انا وراهم مثل برنامجك زين انا ورا الفريق ورا الاخضر الى ان ياخذوني يعني بعد جنازه زين الله يسلمك ان شاء الله زين ولكن بس نقول حق هالاداره الموجوده شويه يعني ارحموا هالجمهور هالشباب الموجودين صراحه عيب يشوفون الدوري اي والله عيب ورب الكعبه عيب اكو في ناشئين حلوين في نادي العربي احنا قاعد نشوفهم الان لاعبين من تحت 19 الان لاعبين عندك انت ثاني الان في سكه هذا الاحتياط انت عندك لاعبين والله العظيم يعني يلعبون اعطهم فرصه خليه ياخذون خلي ثقتهم بالنفس يعني شوف انت احنا مشال الكندري من لعبه القادسيه زين واحنا قاعد نقول اليوم قول شنو كم قال ضيع ثلاثة خذ ثقة خذ ثقة خل عند عطاه اللاعب انت ايش سويت كم مركزكم هالسنة سؤال احنا هالسنة والله صراحة يعني اذا لو منطح درجة ثانية زي مثل ما يقولون جماهير العربي الصبورة والصابرة واللي صار لكم فترة صابرين ها دائما صابرين دائما اي متى لما ناخذ الدوري ما ينفذ ما شاء الله ناخذ الدوري لما ناخذ الدوري تقعد سنين شي 20 سنة 30 سنة اذا الله انا اعطانا عمر احنا مع العرب الله يعطيكم طول العمر ان شاء الله هذا الوفا يسمونه هذا هو بس الوفا يعني يبي له عوامل شويه يبي له عوامل تساعده يبي له لاعبين يبي له محترفين تجيبوا محترفين حاج بعد شو نسوي هاي الظروف بعد شو نسوي مو يعني ما ادري شو اقول لك الظروف ما خدمتنا يبنا اربعه راحوا اثنين الله كريم الحين ما لهم حظ يلعبون بالعربي الظروف والله حسب كلامهم ظروف يعني ما ادري والله شلون السبب لكن على هالظروف العربي ينافس اكيد ان شاء الله شلون اكيد يعني ما اقنعني انت توك تقول ابن اربعه راحوا اثنين شلون تنافس الاثنين الموجودين فيهم الخير والبركه واللي موجودين ايضا في ربعنا فيهم الخير والبركه فريقنا قياسا الفرق الثانيه يعني القادسيه كم دولي عنده كم محترف عنده الكويت كم دولي عنده كم محترف القادسيه منو القادسيه الفريق ماخذ دوري 16 إيه احنا ماخذين دوري 16 مره اي اوكي بس يعني قاعد انت تقول لي منو قلت لك فريق اذا راح منه محترف القادسيه راح منهم مدرب حلو نفس المشاكل كان مدرب اطراف لا مدربين راح من بدايه الموسم احنا مبدلين المدرب حلو المشاكل هي بالفريقين هي. لكن احنا ان شاء الله منافسه موجوده خليك من القادسيه الكويت ما تقدر على الكويت دهر الكويت فريق المدرب واللاعبين المحترفين 3/12 ان شاء الله نلقى وتعال سوي معي مقابله ايش بتسوي العام بظروفك الزينه ما وصل لك العام غير انا ان شاء الله العام احسن ولا السنه اقول لك هسه من احسن انت السنه ولا العام العام احسن بس خلاص انت العام ما فزت عليك شلون توزع السنه راح افوز عليك العام فزت عليهم 4-2 بالكاس بالكاس على الكاس يعني نتكلم الدوري فزت عليهم كم مباراه فزت عليهم كلعب مواجهه بين مدربين محمد ابراهيم وبنياك فزت عليهم انا حلو هالسنه ان شاء الله اقول لك تعال 3-12 وراح نفوز على الكويت حلو بالحكي ولا بالواقع لا بالواقع انا اقول لك بناء على شنو ايش عندك انت عشان تفوز انا عندي الشعار والروح حلو روح الفريق والشعار بس ان شاء الله اللاعبين فيهم الخير والبركه حلو
ان شاء الله. كم مركزك هالسنه؟ هالسنه؟ منافس انا. منافس عشان الثاني ولا الثالث؟ لا لا على على الدوري منافس. اكيد؟ اكيد. جماهير العربي واليوم يعني بلا مطمور وبلا تياجو والله يستر بعد لا يروح فراس ها؟ لا لا ما يروح ان شاء الله. ما يروح فراس، فراس يروح تياجو يروح مطمور يروح العربي ظل والعربي ما يعتمد على لاعب. بس هذه عوامل لاعب محترف هذا يأثر. صح يأثر، أنا معاك أن اللاعب يأثر ولو ممكن خاصة تياجو صراحة لاعب ممتاز وكنا نتأمل منه، بس شو نسوي؟ يعني هذا اللاعب عنده ظروف على حسب كلامه يعني، بس النادي ما يوقف، النادي تبي توقف انت على تياجو؟ لا ما يوقف ان شاء الله. كهل اليوم شفنا يعني اللاعبين فراس ويمشاري وان شاء الله البركه. ما كان نجم المباريات اللي طافت، بس نجم بيروح بعد يفرق احنا. اي اوكي بس يفرق، بس احنا ما نوقف وياه، نوقف على تياجو الحين النادي. بس انت لازم تعرف يعني انت من غير تياجو ايش راح تسوي؟ من غير راح لا لا شلون ما رحت اليوم؟ احنا بايزين اربعه وقاعد نقدم عرض وعرض قوي. إيه بس يعني مع احترامنا حق فعيل القاسيه طاق اربعه شنو هاي شيء ما يخال، بس قاعد اقول لك كمستوى انا ما حاسيك يعني كنتيجه ان شاء الله نفوز عشرة، بس كاداء بالملعب احنا قاعد نأدي. ما ايش راح تسوون الجاي؟ جايين كاظمه صدقك انت الكويت احترامي حق السفير والسفير. لا لا احنا جايين وكاظمه اقول لك هالسنه، انا قلت لك هالسنه العربي دا يدش بالمنافسه من الثلاث الاوائل داشين هذا طموح العربي يدش بالثلاث الله الاول احنا الاول. لا بس انت العربي اكثر فريق ماخذ بطولات من طموحك من الثلاث الاوائل؟ لا لا الاول ليش ان شاء الله احنا ناخذ الاوائل ونفوز بالدوري ليش؟ شيء قريب على العربي. حتى الكويت موجود والغاسية والكويت والكويت والغاسية القاسية يا معود حالتهم حالة يا معود اسكت عنهم لا لا تجيب سيرتهم حالتهم حالة حالتهم اذا احنا راح اللاعب هو مدرب مشى ويابو مسا وضعهم يرثى في منافسة اكيد في منافسه العربي دائما موازو اردى حالات العربي ينافس حق اللي يقول العربي مو زين وتشمتون فيك شو تقول اللي شمتون فينا قول لهم اللي بجدر يطلع الملاس والايام جايه ونشوف احنا جماهير العربي وبتسمين اليوم بكيفين اربع اقوال يعني مع احترامنا حق فهيل ترى غاسيه فايز على فهيل والغاسيه فايز على فهيل نفوز على فهيل احنا الحين قاعد نجهز فريقنا عندنا اسبوع الجاي اسبوع صعب اجيل جوله سادسه شلون تجهز فريق لا الاسبوع الجاي عندنا ثلاث مباريات قويه نلعب مع كاظمه بعدين الكويت بعدين نلعب مع نادي الساميه بكاس ولي العهد هاي مباراه تجهيزيه ان شاء الله حق المباراه الجايه مباراه اليوم كانت سهله مو صعبه احنا لان احنا سهلناها بدينا اول ثمان دقائق قبلنا جولين ريحوا اللاعبين شويه وان شاء الله الغادم يكون افضل حق العربي ان شاء الله وكل مره تمشي وياك ترى مو كل مرة بس احنا كل مرة تلقى فريق يخليك تقول أيوة, ايوه ايوه قلت لك يعني احنا اسمع هذا احنا سهلنا مهم علينا احنا قولنا مبكر شحم الفريق اللي قدامك ما عنده الامكانيات الكبيرة تقول انت تسوي نفسك سهلت وما سهلت لا صعب بس انا اقول لك الفرق الصغيرة هذه تقول عليهم مبكر يفتحون لك اللعب ترتاح فانت تبين ترتاح لاعبينك يرتاحون قلت لك احنا قاعد نجهز فريقنا حق المباريات الجاية وان شاء الله ان شاء الله خير تقدر على كاظمة تقدر على الكويت تقدر على السالمية قاسية خو ما أقدر إذا الله وفقنا لا قاسية الكل ما أقدر شو ما أقدر قاسية شوف سو حظ بعد سو حظ صارت تبستانس على تعادل لا لا شوف سو حظ ما توفقنا فيهم صح إن القاسية الموسم هذا مستوى مو نفس المواسم السابقة مستوى شوي نازل عنده مشاكل إحنا اسمح ذا ما سغنا الفرص عليهم وكنا نقدر نفوز عليهم بالأربعة بالخمسة بس الله ما شنو رسالتك حق منافسينك اللي قدامك اللي فوق قادسية الكويت نظرون نظرون إن شاء الله نجيكم إن شاء الله بس نعدل ظروفنا شوي ونجيكم إن شاء الله جماهير العربي ومبتسمين ماشي معاكم حلاوة اليوم ما شاء الله أربعة ما احنا ماشي حلاوة إن شاء الله من مباراة القادسية احنا ماشيين حلاوة فزت على القادسية ما يخالف أنا ما فزت على القادسية بس أنا لعبت أحسن من القادسية ما يصير يعني متعادل مع القادسية تستانس انا قاعد اقول لك احنا ماشي معانا حلاوه من لعبه القادسيه ليش انت كنت داش تبي بس تعادل لا والله بالعكس يعني انت تقول ماشي حلاوه يعني تونا سامعين قاعد اقول لك شيء ابغى اقول لك شيء والله العظيم ان جمهور القادسيه طلع يقول الحمد لله رب العالمين طلعنا تعادل عظيم والله اقسم بالله العظيم كبارهم والله قالوا يا الحمد لله ايش عندك انت ايش عندك قال الكندري لو مخلصها منتهي القادسيه ايش عندك هالسنه ايش عندك جايتك الحين ثلاث مباريات تذبح انا بقول كويت كاظمه بالكاس ولي العهد السالميه ايش بتسوي ابو سعود ابى اقول لك شيء
والله العظيم احنا عندنا لواعيب، لا تقول لي مدرب، لا تقول لي اذا لعبوا بروحهم، لا اذا لعبوا والله ودشوا وهم عازمين برب الكعبه ما في فريق يوقف قدامهم. والله نشوف اللعب والحمد لله رب العالمين. الحين احنا نقول لك الحكي، انت شنو تهدد الاوادم الحين؟ تهدد الفرق اللي قدامك؟ ومن الفرق اللي قدامك؟ قدامك سالميه، قدامك الكويت، قدامك قادسيه، هاي ثلاثتهم قبل. انا بقول لك شيء، انا اتحدى الفرق اللي قلتها اذا قدام العرب ما يحط المعسكر، والله العظيم، واتحدى ان الاداره مع المدرب راح يقعدون وياهم والسب العربي. حتى انت تطلع معسكرات تجزم يرن. انا 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 لما اطلع معسكر عشان الواعيب بس، مو عشان الفرق. شنو رسالتك؟ رسالتك حق اخوانك القدساويه والسلماويه الكويتاويه؟ اقول لهم شوفوا استريحوا مكانكم، الزعيم هالمره راح يعطيكم، راح يعطيكم لعب وراح يعطيكم انذار من الحين، اقول لكم لا تلعبون مع الزعيم، وان شاء الله الدوري حق الزعيم. جماهير العربي، وانتهت المباراة وفوز وسكبة بعد الفوز، كاشخين بالفوز اليوم، اربع اهداف حلوين، لكن القادم هو الصعب، القادم هو اللي راح يذبحكم، القادم الكويت، سالمية، كاظمة، وين تروحون؟ وين تروحون؟ والله شوف، اول شيء مباراة اليوم مثل يعني على قولتك كانت مباراة حلوة، خصوصا مع ان يعني احنا استانسنا اكثر بعودة حسين الموسوي ومحمد اشراق، وفي لاعبين يو الصراحة، وايضا بعد في وجوه جديده طلعت مثل مشار الكندري، هذا شيء يطمن. لكن بالنسبه حق المباريات الجايه، المباريات الجايه ترى احنا، انا اقول لك اياها، ترى ما في اي شيء، هذه القاعده احنا قلناها من قبل، بس احنا ما نبي نكررها الحين على اساس لا يصير فينا نفس ما صار موسم اللي طاف. يعني المباريات الجايه مباراه سهلات ان شاء الله، يعني خصوصا احنا مباراتنا الجايه مع كاظمه، كاظمه فريق كبير ونعم فيه، لكن الزعيم قدها ان شاء الله، مثل ما قدرنا نفوز اليوم نقدر نفوز بعدين. قبل مباراتين تشكون تقولون مدرب مو زين، محترفين مو زينين، بعد محترفين قصه واحد، الحين صار الفريق جاي وهذا، خلني اسمع. لا لا بالعكس، عندنا ناس فيهم الخير، فيهم الخير والبركه. مدرب زين؟ ما قلت لك ها؟ مدرب زين؟ لحد الان ما نقدر نحكم. اخر يوم تقول عنه مو زين؟ لا انا كشخصيا انا اقول لك لحد الان ما اقدر احكم، مع انه اخر يوم تقول مو زين، مع انه اي هو اخفق في مباراه الجهره وكانت حزتها في لحظه غضب، لكن ما يخالف. شوي شوي قدرنا شويها نتخطى يعني بعض العمليات الثانيه، مثل مباراه القادسيه، وعندنا حق اللي يقولوا لك ما تقايش، شو تقول لهم؟ لا قايش حبيبي، انت اللي ما تقايش، اقايش خيي، اقايش اقايش، وباذن الله اقدر اوصل واوصل واوصل، وانت خلك خلك، عط الفوز حق هذاك وعط الفوز حق هذاك، عط اللي تبي تعطيه، احنا تحمل اللي راح يجيك منه، وفهم الله يبا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومرة ثانية مبارك للعربي وجماهير العربي، ووصلنا معاكم لختام هذه الحلقة. طبعا نقول إن شاء الله، إن شاء الله نكون توفقنا في هذه الحلقة، ونذكر جماهيرنا الكرام باكر مباراة السالمية والقادسية الساعة 5:30، ويوم الجمعة إن شاء الله مباراة العربي وكاظمة، ومباراة السالمية أيضا والكويت، مباريات مهمة، ويوم السبت إن شاء الله مباراة الفحيحيل والقادسية. نتمنى من الجمهور الحضور، نتمنى نشوف جمهور في الملاعب، نتمنى أن دائما الجمهور يحفز اللاعبين، يحلل المباراة، نتمنى الجمهور يكون حاضر معنا في دورينا، دوري فيفا لكرة القدم، لأن الآن ما نملك إلا هذا الدوري، أن احنا يعني نجاب له ونكون مميزين. دائما نقول لكم انتظرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو، ومع السلامة.